السلام عليكم، صبحكم بالخير الجميع. دقيقة أو ثنتين عبين ما زملائكم ييجوا. يعطيكم العافية، شو الأخبار اليوم؟ كويسة؟ حطيت لكم ملف على المود اللي امبارح شفتوه، هيو. الفيرلوج. نعم. هاي الدوكيمنت كنا عادة نروح ندرب فيها على المختبر، كنا يعني بنقعد فيها لاب وبقية اللاب أو يعني محاضرة وبقية المحاضرة الطلاب يكملوا هي هذا الملف. تمام. خلينا نحكي فيه شوي. الدائرة اللي هون هي نفس الدائرة اللي عنا الـ 4-to-1 line multiplexer مع الكود تاعها. طبعا هاي الكودز extracted مباشرة من السلايدز، فبالتالي ممكن يكون فيها أخطاء من ناحية حرف كابيتال، حرف سمول، فاصلة، شغلة زي هيك. فإذا عملتوا كوبي بيست وما اشتغلش، الأخطاء راح تكون بنواحي صغيرة، هاي مش بناحية الكود نفسه للدائرة. يعني هو عبارة عن خطأ ناتج من عملية الكوبي بيست والأوتو كابيتاليزيشن وأي وخلافه. فهذا الكود بدنا نطبقه. هذا عبارة عن الديزاين الـ 4-to-1 max، وهذا عبارة عن التست بنش. طبعا زي ما انتم شايفين التست بنش محطوط لحالات معينة. مثلا افترض انه في عندي قيم ابتدائية موجودة على اللاينز i0 i1 i2 i3، وكل مرة صار يحط السيليكشنز 0001 1011 مشان نشوف شو مقدار output. طبعا احنا بدنا نطبق هذا المثال، بس انا بدي منكم اشي زيادة. بدي اغير الانيشال فاليوز اللي هون n1 n2 n3 n0، بدي اغيرهم واشوف كيف الاوتبوت بتغير بناء على ذلك. يعني بدنا نغير في القيم اللي احنا بنعطيها للتست بنش، طبعا بعد ما يمشي معنا الكود ونشوف كيف النتيجة بتتغير بناء على ذلك. فهي اول مثال حابب انكم تجربوه على الـ EDA Playground. في عنا في الفصل هذا في عنا تقييم الـ 40%، جزء منه راح يكون كود على الفيرولوج. يعني انا اعطيكم مسائل وانتو تحلوها بالفيرولوج، تسلموني الكود والتست بنش والنتيجة. الكيفية بنحكي عنها في حين ان شاء الله، بس يعني خلوا في بالكم انه مطلوب منكم تحلوا امثلة على الفيرولوج. المثال الثاني عبارة عن الـ 4-bit adder، كان عنه. هاي عبارة عن الديزاين للموديول الفول ادر، وهذا عباره عن الفور بت ادر، وهي عباره عن التست بنش اللي له، وهون معطيني النتيجه. اللي بدي اياه منكم بهذا المثال كزياده تدريب انكم تحاولوا تغيروا في هذا الاكزامبل، بدل ما يكون 4 بت بدنا اياه يصير 8 بت. يعني 1 2 3 4، عفوا انا بعد بالغلط هنا،
سي ان بدخله من هون 1 2 3 4 بعدها بدنا نضيف له 5 6 7 8 وبالتالي الكود تبع الفور بت ادر بده يتغير، تبع الفول ادر ما بتغير الكود لانه وحده البناء الاساسيه راح تتكرر. فبدنا نعمل هذا 8 بت ادر ونغير التست بيرج بحيث انه يصير يعطيني نتيجه بالنسبه ل 8 بت. هذا زياده على الاكزامبل الموجود هون، لما بزبط معنا الفور بت معناته متاكدين كل شيء صح، معناته بقدر اني اغير في الكود واغير في التست، ولازم الان يصير A مكون من 8 بت، B مكون من 8 بت، السم مع سي اوت يكونوا 9 بت. فهي شغله بدي اياكم تعملها. احنا في عندنا قدامنا ويك اند، بتقدروا تعملوا الشغله هاي خلال الويك اند او خلال الاسبوع القادم، يعني ما فيش مشكله اذا حدا ما عملوش خلال نهايه الاسبوع الحالي، الافضل انكم تعملوه نهايه الاسبوع الحالي. زي ما حكيت لكم هذا تدريب لكم، يعني مش وظيفه الزاميه انكم تعملوها. بس لانه في عندكم شيء راح يكون وظيفه الزاميه بعدين انكم تعملوها، جيد انكم تدربوا عليه حاليا وما تاخروا. المثال الرقم 3 بيحكي هون عن التايم ديليز، نفس اللي عملناه احنا في المحاضره السابقه الجنريشن لهي الويف فورمز، بس بدي اياكم انتم تعملوا بايدكم مشان تعرفوا كيف نعمل جنريشن للويف فورمز. كثير مرات الطلاب بنسوا الجزء من الكود المتعلق بالموجود هون. هي مشان نعمل جنريشن للويفز لازم نضيف هذا الكود، وبعدين لازم في الاي دي اي بلاي جراوند مشان كمان ما تنسوا. سواء اخترت الكيدنس او السينوبسس هاي او الثانيه مشان تشوف الويف فورمز لازم تعمل كليك لهي open ep wave after run. تمام، فتنسوش تعملوا هاي مشان تشوفوا الويف فورمز. تمام، هلا شو ممكن تغيروا بهذا السؤال؟ ممكن تجربوا تغيروا في التايم ديليز الموجودة هون، ممكن تجربوا تغيروا في الانبوتس في التايمز للانبوتس، تشوفوا كيف انفلونس للجيت تايم ديلي بروبوجيشن ديلي بياثر على نوع وشكل السيجنالز. ممكن شغله ثانيه تعملوها، تجربوا تعملوا بلوت بوجود البروبوجيشن ديلي وبعدم وجود البروبوجيشن ديلي وتطابقوا السيجنالز على بعض وتشوفوا كيف تتغير، والتغير يعني رهيب، مش تغيير بسيط. اذا كانت يعني الفتره اللي الجيت فيها مستقر طويل نسبيا بالنسبه لفتره عدم الاستقرار، اذا جاز ان نسمي هاي فترة عدم استقرار، هي مش فترة عدم استقرار، هي transient period ما بين انه الانبوت وصل على الجيت والاوتبوت خرج. بس اذا بين قوسين سميناها انه فترة لسه النتائج عندها ما اكتملت 100% وثبتت 100%، اذا كانت هاي الفترات قصيرة بالنسبة لها معناته لازم ندير بالنا كثير في اي عملية تصميم. اما اذا كانت هاي الفترات قصيرة، الفترات اللي هون طويلة، فترة الستيدي سيجنالز اللي على الجيت، يعني بمعنى انه انا بنتظر وقت كافي حتى انها تطلع السيجنالز، معناتها مش رح تكون لها تاثير كبير. بس مش لازم انه ناخذ النتائج بهاي الفتره لانه لسه الجيت ما اعطتكش الجواب النهائي. وطالما ما اعطتك الجواب النهائي، اذا لو كان هذا انبوت لمرحله اخرى في التصميم معناها رح يوصل الانبوت غلط وبالتالي الاوتبوت رح يخرج عندك خطا. تمام، في كمان مثال على اليو دي بي اللي حكينا عنه امبارح، فهذا يو دي بي زي ما انتم شايفين تطبيقكم الديزاين وطالب منكم انتم تكتبوا التست كود، ما اعطيتكم التست كود، بدي اياكم انتم تكتبوا تجربوا تكتبوا تست كود لهي اليو دي بي. تمام، نعملها تست بنش، نعرف انبوتس ونعرف اوتبوتس، مين الانبوتس، الانبوتس ريدجز، الاوتبوت وايرز، ونعطي قيم افتراضيه، بنعرف الان جمله الانيشال، بنعرف كيف نعمل تايم ستيبس، وبالتالي بقدر اني اكتب تيست بنش لهي الدائره. هاي اول تيست بنش مطلوب لكم، ماشي، المفروض انه كلياتكم تقدروا تكتبوا هذا التيست بنش على الاطلاق، ماشي. الان للناس العضلنجيه والجدعان بدي اياكم تكتبوا تيست كود ل 4 بت كومباراتور.
ماشي. طب وين دائرة الـ 4 بيت كومباراتور؟ راح ناخذها الآن. فتكتبوا تيست بنش لـ 4 بيت كومباراتور. عندي كومباراتور بدخلوا عليه عددين A و B، كل واحد من هذول العددين مكون من 4 بت. المفروض بما انه كومباراتور يكون له 3 outputs، يا اما يكون A يساوي B او A اكبر من B او A اقل من B، هذول 3 outputs، واحد منهم بيكون true، اثنين بيكونوا false. فبدنا نكتب تيست كود له، تمام. فهذا التمرين يعني لنهاية الأسبوع، وزي ما انتم شايفين يعني أغلب المسائل عملناها، وكمان المسائل اللي هون معطية معاكم كاملة بالديزاين وبالتست كود تبعها. الهدف بس إنه إيدك تتعود إنك تعمل رن على السيميوليتر، وكمان تجرب إنك تكتب كود عليه. هاي بالنسبة للدوكيومنت، زي ما حكيت لكم هاي مش إجبارية وما فيش عليها أي تقييم، وفيش مش راح تتسلم. اللي إيش اللي بده يتسلم راح يكون بعدين خلال الفترة القادمة إن شاء الله، تمام. نرجع لمحل ما تركنا، ماشي. إذا حدا عنده أي سؤال أو استفسار حابب إنه يسأل يتفضل. دكتور صباح الخير. اهلا، صباح الخير. بدي اسالك عن التايم اللي احنا بنحطه يوم نحط هاشتاج 10 مثلا، هاشتاج 20، بالنسبه للتايم الموجود بالاداره؟ لا، هذا التايم اللي انت بدك اياه. خلينا نفرق بين وقتين، ماشي. الان مثلا في هذا الاكزامبل اللي امامنا هون، هاي الهاش 5 والهاش 4، ماشي. هاي عبارة عن البروباجيشن ديلي للجيت، يعني بقول لي إنه الجيت من السؤال، معطيات السؤال، افرض إنه الهاش 5 هي البروباجيشن ديلي للآند، وهاش 4 بروباجيشن ديلي للأور. زيها زي السؤال اللي هون، لما حكى لي افترض إنه أسيوم إنه هاي الجيت إلها 30، هاي الجيت إلها 10، هاي الجيت إلها 20، ماشي. فهدول إحنا ما بنقدر نغيرهم على خاطرنا، لأنها عبارة عن افتراضات من المسألة. لا، قدام شوي بتكون عبارة عن restrictions من الهاردوير، يعني بس أبني الجيت من الترانزستورز وأقيس البروباجيشن ديلي بطلع عندي هذا الرقم، ماشي. لكن وين الرقم اللي أنا ممكن أغيره كواحد بيعمل تيست لدائرة؟ الرقم اللي بقدر أغيره هو هذا الرقم. خلينا نروح لأي تيست بنش على سبيل المثال ونشوف هون. هذا عبارة عن التيست بنش للفول آدر، وإحنا في الفول آدر ما حطناش أي propagation delays، ماشي. ف النتيجة عندنا بتطلع بشكل فوري. فهاي عندي هاش 5، هاش 5 إلى آخره، ماشي. فاللي كتب هذا الكود، الديزاين كود، بقول إنه افترض إنه في البداية عندك هاي القيم لأ A و B والكاريز، وبعد 5 تايم ستيبس افترض إنه فيه صار عندك إنبوت جديد، وبعدين 5 تايم ستيبس افترض إنه عندك صار إنبوت آخر، وبعدين 5 تايم ستيبس افترض غير الإنبوت إلى آخره، تمام. الان راح يطلع عندي النتائج كل 5 تايم ستيبس، تطلع عندي نتيجه لانه كل 5 تايم ستيبس بتغير عندي الانبوت. لنفترض انه احنا جينا هون بدل هاش 5 عملناها هاش 10 عليهم كلياتهم. هل اللي عملته انا غلط ولا صح برايكم؟ هل الخمسة اجباري ولا انا ممكن احطها 10؟ لا، عادي نحط 10. ليه؟ متى بيكون يعني عادي ومتى بيكون مش عادي؟ كيف؟ هي افتراضاً بتبلش من الصفر، تمام، بلشت من الصفر بقيمة ابتدائية، بعدين بتتغير. طيب الدائرة اللي عندي اللي أنا بختبر فيها اللي هي الـ 4 bit triple carry adder الموجودة هون، مجرد ما أعطيها الانبوت رأساً بتعطيني الأوتبوت، صح؟ ما حطناش هون gate delays، مظبوط؟ هذا المثال لما تراجعوا هون كل الكومبوننتس اللي هون ما فيها جيت ديلي، بمعنى انه مجرد ما احط الانبوت راسا بيطلع الاوتبوت صفر التاخير، صح؟ معي ولا لا؟ معكم. ممتاز. بما انه صفر التاخير معناها انه لو حطيت كل تايم ستيب واحد او كل اثنين تايم ستيب او كل ثلاثه كل 10 كل 20 النتيجه راح تطلع عندي صح، وراح يطلع عندي النتائج او الارقام
تطلع عندي بمجرد ما تغير الانبوت. يعني لو عملت هنا 10 10 10 النتائج هون فقط هاي الارقام راح تتغير تصير 10 20 30 40 50 حسب ما انت طلبت بالفحص، ماشي؟ فهون احنا عندنا الحريه انه اغير هذا الرقم زي ما بدي. مثلا انا اللي بجرب في موجود معنا كود هون اللي هو نكتب كود لدائره الكومباراتور. فدائره الكومباراتور لما جينا صنعناها هيها موجوده هون، هاي دائره كومباراتور، ماشي؟ كتبنا لها كود وكل شيء تمام. دائره الكومباراتور اللي هون البروباجيشن ديلي تبعها صفر، فانا بدي اكتب لها كود. لو اكتب لها كود انا ممكن اقول مثلا كل 5 تايم ستيبس غير العدد، غير اي وبي. ممكن حدا فيكم شاب يجي يقول انا بدي اعمل كل 10 تايم ستيبس يغير. ممكن تيجي صبيه تقول انا كل 15 او كل 12 تايم ستيب بدي اغير. ولا واحد فينا غلط، مع انه كل واحد فيه رقم مختلف اختاره للفتره ما بين انه يعطي انبوت بعدين يغير الانبوت هذا ويعطي انبوت اخر. الفرق بيننا انه انا راح تطلع نتيجتي كل 5 تايم ستيبس بناء على تغير الانبوت، الشاب اللي كتب راح يطلع كل 10، والصبيه اللي كتبت كل 15 او كل 12 راح تطلع نتيجتها. ففي شيء هنا مشكله. الان وين الاشكال؟ الاشكال راح يكون بالسيناريو التالي. على افتراض فرض انه انا بحاجه مثلا هون شايفين في عندي انفرترز اند نورز كمان اند كمان اور جيت هون. فخلينا نفترض مثلا انه انا بحاجه هنا 10 10 10 10 10، كل واحده من هذول الجيتس لها 10 تايم ستيبس بروباجيشن ديلي. اذا قديش الفتره اللازمه ما بين اني انا احط الانبوت والاوتبوت يصير جاهز سيكونشال هذول، صح؟ ورا بعض، يعني هاي 10 10 10 1 2 3 4 5 في 10 قديش؟ 50. بمعنى اخر لو انا جيت حطيت من تايم يساوي 0 حطيت قيم ل A و B لازم استنى 50 تايم ستيب قبل ما انها النتيجه تطلع، مضبوط؟ على الاقل، ممتاز. بما انه لازم استنى 50 معناها بصيرش ان اعطي العدد القادم بفترة أقل من 50، لأنه ببساطة النتيجة ما راح تكون طالعة، راح تطلع عند النتيجة غلط، ممكن تطلع النتيجة للسابق. دكتور في الكود اللي قبل ما كانش راعي هالشيء. كيف؟ الكود اللي أخذناها قبل، الكود اللي أخذناها ما كناش راعي هالشيء. علي الصوت معلش. دكتور في الكودات اللي أخذناها من قبل ما كانش راعي هالشيء، كان يعني مثلا البروجريشن للإنفرتر كان 10. نعم، ما كناش نراعي مثلا في 20 في 30 للاند. اوكي، خلينا نشوف هذا المثال. هذا المثال قديش هون البروباجيشن ديلي؟ 50. لا لا، هون في هذا المثال 5 و4 5 و4 يعني اذا بدك تضمن، اذا بدك ضمان انه النتيجه عندك تكون صح 100% لازم بين العدد والعدد الثاني تستنى 9 على الاقل. تمام، 10 خلينا نقول. وهون حاطط بعد عشرات، ماشي؟ تمام، صح. مش الفكره كالتالي، اذا انا جيت في هذا المثال تحديدا وحطيت هون 5 الكومبايلر ما راح يعطيني غلط، بس اللي راح يصير انه السيجنلز راح توصل هون عند الخمسة وتروح تتغير كمان مره وتصير عمليه حساب من اول وجديد. وبعد خمسة غلط بالضبط. هلا هو بيحسب لك اياها، ما عنده مشكله، بيحسب لك قديش تطلع بناء على شو المتغيرات قاعده بتصير الان. بس كواحد بده يستفيد من دائره لوجيك بتعمل بوليان فانكشن اسمه اي بي اور سي، اذا اجى اختبرها بالفتره قبل التسعه ما راح تعطيه اللوجيك الصح اللي هو بفكر فيه، لانه لسه هاي الجيت لساتها قاعده بتحسب، ما طلعت عليها السيجنالز بالشكل المناسب. دكتور يعني لازم احط رقم على الاقل يكون اكبر من البروبجيشن ديلي اللي عندي في السيركت 100%. يعني 10 اكبر من 9، يعني 11 12 15 عادي 100%. اذا بدك النتيجه، اذا بدك نتيجه البوليان فانكشن هون، ماشي؟ بس الكومبايلر ديروا بالكم، الكومبايلر ما راح يقول لك شيء اذا بتحط هون 5، ولا راح يحكي معك، ولا راح يقول لك انه في عندك ايرور، بس بعطيك نتيجه غلط. يمكن راح يعطيك سيجنال، هو النتيجه اللي بعطيك اياها صح بالنسبه له،
بالنسبة له صح. كل خمسة لا بالنسبة إن أنت قلت له كل خمسة غير، هو بغير كل خمسة، بس أنت بتفكر في ناحية وهو بيفكر في ناحية. اللي هو بيفكر فيه عبارة عن تطبيق حرفي لبرنامجك، اللي أنت بتفكر فيه هو عبارة عن نتيجة البوليان فانكشن هون من ناحية لوجيك، إنه A and B or C المفترض تكون. على سبيل المثال لو حطينا هون، خلينا نيجي نشوف حالي، مثلا لو حطينا هون 1 1 1 على سبيل المثال 1 1 1 واستنينا عليها، الاوت عندنا راح يكون 1 والاي عندنا راح يكون 1 مظبوط. الان نغير نحطها 0 0 0 ماشي، وما نستناش 9 عبين ما ناخذ النتيجه، نستنى 5 غيرناها 0 0 0. اللي راح يصير هون هاي بدها 5 فراح يطلع عندك هون 0 راح تجهز هاي، بس الثاني لسه بدها 4 وانت لسه عندك هون 0 فبده يصير يحسب 0 0 يبلش يعد من الزيرو، ضلتها 1 بناء على النتيجه القديمه، ما لحقتش الدائره تغير، فانت لازم تعطيها الوقت الكافي، هذا هو الوقت الكافي مجموع هذول الاثنين انها تعمل التغيير. اذا بتغير لها الانبوت قبل ما هي تلحق تحسب الاوتبوت رح تعطيك الاوتبوت القديم، والاوتبوت القديم من ناحيه لوجيك خطا اذا ما قارنته مع الانبوت الجديد. بتمنى تكون واضحه هاي كيف لازم نختار الستبس اللي هون. طالما عندك انت فوق مستوى البروبوجيشن ديلي the time that is required for the circuit to produce the output ما عندك اي مشكله، لو حطيت هون 20 ما عندك مشكله، لكن لو حطيته هون 5 I will be very concerned مش رح تطلع عندكم النتيجه صح. الدوائر اللي ما فيها مثلا دائره الادر ما كان في موضوع الديليز اصلا يعني كان صفر، فبالتالي اي تايم بتاخذه مش رح تكون عندكم هي الاشكاليه هي فقط بتكون لما في propagation delay في الدائرة. طبعا الـ propagation delay لما انت بدك تحطه كديزاينر في التست لازم تراعي شو في عندك في الدائرة، والدائرة لازم تراعي شو الافتراضات الموجودة من السؤال. تمام تمام يا هدير؟ تمام دكتور شكرا. وضحت الأمور؟ بقية الشباب والصبايا؟ تمام دكتور ماشي الحال. خلينا نكمل الآن. والمرة اللي فاتت حكينا عن إشي بسيط اللي هو عبارة عن concatenation. أول إشي حكينا بشغلة إنها شوية خلينا نقول تحير، إنه إحنا في الفور بت أدر لما كتبنا كود كتبنا كود بعدد أسطر كبير، خلينا أرجع له أورجيكم إياه. عملنا الموديول وعملنا التوب ليفل وعملنا مش عارف إيش، وبعديها انا جيت غيرت كلامي وقلت لكم انه في ممكن نكتب هذا الكود بطريقه اسهل. فالطريقه الاسهل اللي هي فوق الجيت ليفل موديلنج، الان ما بديش اهتم انا في الجيتس ومن ايش مصنوع الفور بت ادر، بدي اهتم في الادر كحركه داتا. حركه داتا كيف الداتا المفروض انه يصير فيها حتى انها انه يطلع عندي الاوتبوت. طبعا المرحله اللي اكبر من هيك اني افكر في السيركت وكانها الجوريثم، كانها خوارزميه، يعني افكر فيها وكانها عباره كيف الفلو تشارت تقريبا نفس الشيء. ف اطلعوا معي على هذا الكود، هذا عباره عن مثال في الداتا فلو. في هذا المثال كلياته ما بتشوفوش لا اند جيت ولا اور جيت ولا انفرتر ولا انبوت ولا اوتبوت ولا سكيماتيك، ولا بتشوفوا اند اللي هي هاي الاشاره، ولا الاور ولا ولا شيء بتشوفوا من هذول. هذا المثال فقط من هون لهون هو عباره عن اكزاكتلي بيشتغل نفس الفور بت ادر اللي حطيناه فوق. واقول لكم زياده عليها الشغله كمان، لو هاي هذا الكود بده يتحول لدائره فعليه وتنصنع بعطي كمان نفس النتيجه، لانه بعرف البرنامج بعرف انه هاي عباره عن دائره 4 بت ادر. فشو اللي قاعد بصير الان؟ اول شيء استعملنا الزائد بدل ما احنا نيجي نستعمل الاند جيتس، بمعنى اخر عمليه الاديشن اللي حللناها واستنتجنا التروث تيبلز منها زمان في ايام ديجيتال لوجيك، وبنينا السيركتس منها، وبنينا الهاف والفول وال
الريبل ادر منهم ما عادت لازمة هون نهائيا. هون انا قاعد بستعمل مع جمع، وهذا الزائد حسب ما حكينا مبارح اذا بنرجع لهون يرمز لعملية الجمع. تمام؟ معناته لو بدي سبتراكتر سهل العملية. فهذا عبارة عن باينري اديشن، جمع في الباينري. تمام، فشو اللي بنجمع في الباينري وشو اللي قاعد بصير هون؟ اللي قاعد بصير كالتالي، انه عندي العدد A والعدد B اللي اصلا بدي اجمعهم اللي كانوا 4 bit في المثال السابق 4 bits، الان بدي اعالجهم بطريقة مختلفة، وهي المعالجة هي على الصورة التالية: A زائد B. انا البروجرامر بقول له اجمعهم بمعرفتك بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة، انت اختار لي السيركت من عندك في اللايبرري اللي بتكون بعملية الجمع مشان تكافئ هذا الكود لما بنعمل مرحلة السينثيسايزنج او مرحلة نسج الدائرة. مرحلة نسج الدائرة هي عبارة عن تحويل الدائرة من كود ل actual hardware elements. هاي مهمة السوفتوير. تمام؟ ف A زائد B هي عبارة عن عملية جمع في الباينري زائد CN. طيب A زائد B زائد CN عبارة عن 4 بت زائد 4 بت زائد 1 بت. مظبوط؟ ال 4 بت زائد 4 بت زائد 1 بت رح يعطوني 5 بت. ال 5 بت هذول حسب احنا ما عملنا سابقا في الدائرة كنا مسمين الاوتبوت تبعه عبارة عن sum زائد انه ممكن يطلع عندي carry سميناه سي اوت. هاي هو نفسه موجود هون بنفس الاسماء سم وسي اوت. لكن المشكله هي كالتالي، خليني هون اجي على شوي صغيره هون، خليني اعمل الافتراضات التاليه. في عندي انا هون A3 A2 A1 و A0، عندنا B3 B2 B1 B0، هذول هم عبارة عن الأعداد، وعندي هون عملية جمع بين هذول الاثنين. معلش بالنسبة للإشارات والاتجاهات يعني طنشوا شوي عشان بكتب على الكمبيوتر. فهي عبارة عن عملية جمع. طيب لما أجمع هذول المفترض أنه يطلع عندي التالي sum 0 sum 1 sum 2 و sum 3. هاي في حالة 4 بت عادية جدا. طبعا الآن بدنا نحط شوية إضافات عنا اللي هي متعلقة في الكاريز. تمام، اذا في عندي كاري من مرحله سابقه هاي سي ان بينجمع هون السي ان، واذا في عندي سي اوت راح يكون هو عباره عن ناتج A3 مع B3 تمام. وهذا عادة لأنه رح ينجمع هون مع زيرو، ومع زيرو رح يظهر عندي هون اللي هو عبارة عن سي اوت. مظبوط لحد الآن ما جبناش شيء جديد من عندنا، بس عبارة عن عملية توضيح. هاي عملية جمع 4 بت زائد 4 بت. إذا في عندك سي ان بدك تجمع سي ان على A0 B0 يعطوك سم 0 وكاري واحد او كاري زيرو اللي بدك اياه سميه. المهم انه هذا الكاري اللي هون بينجمع A1 B1 يعطينا S1 مع الكاري بهي العمليه. اخر شيء whatever carry is هون A3 B3 S3 ويعطينا الكاري، وهذا اصلا بينجمع مع صفر صفر وبالتالي بده ينزل تحت. مجموع البيتس هم 1 2 3 4 5. مزبوط. اذا هاي كلاتها عباره عن النتيجه، هذه كلياتها كامله هي عباره عن النتيجه. الان شو اللي احنا عاملينه هون في الستيتمنت تاعتنا؟ خلينا نيجي نراجع التعريف بالاول. اوتبوت من 3 ل 0 سم، يعني انه عدد البيتس اللي بتكون سم عباره عن 4 بيتس
فقط. C out هو عبارة عن output with one bit. A و B عبارة عن عددين كل واحد فيهم مكون من 4 bits. لحد الآن fine. نفس اللي عندنا هاي عبارة عن 4 bit ل A و 4 bit ل B. هاي الصم عبارة عن 4 bits. طبعا أنا حاطت S هون بدل صم بس أتوقع أنه يعني وصلتكم الفكرة. وآخر إشي CN هي عبارة عن input. هاي CN هاي Cout اللي هي الoutput. طيب بعدين استعملنا هاي الجملة assign. هاي continuous assignment بمعنى any change on A, B or CN لازم يعطي change على هذا الجملة. لكن هاي الجملة اللي هون مش variable واحد، كأنهم two variables مجموعين مع بعض بهدول الأقواس، مش أقواس عادية البراكتس اللي هون، كأنهم مجموعين مع بعض بهذه الصورة. وبقول إنه كامل الشطر اللي هون من المعادلة يساوي كامل اللي هون، عبارة عن دمج شغلتين مع بعض، لأن هذول الشغلتين مع بعض اللي بدنا ندمجهم. خلينا نشوف عدد خاناتهم، واحد خانة واحدة one bit، وهنا أربعة يعني المجموع هون خمسة، وأيضا المجموع هون خمسة A B زائد C N المجموع خمسة. ماشي، لكن المعنى كالتالي، المعنى إنه الخمس اللي هون صحيح هم يساوي الخمس اللي هون لكن على نفس الترتيب. الترتيب مهم، بمعنى إنه خلي C out هي الموست سيجنيفيكانت بت في النتيجة، نتيجة الجمع اللي راح يطلع عندك. اعمل النتيجة، اعمل الجمع، الموست سيجنيفيكانت بت بتروح ل C out، والأربعة الثانيين أنت بتعطيهم ل sum. يعني لو بدنا نكتب عليها هاي رح نكتب كالتالي، هاي عبارة عن 1 bit وهي عبارة عن 4 bit. ال 1 bit هي ال most significant، وال 4 bit اللي بيجوا بعديها هما ال least significant bits منهم، ال 4 least significant بنفس الترتيب الموجود هون. هاي العملية اسمها concatenation. concatenation، فالconcatenation عبارة عن دمج ما بين متغيرات بحيث إنه الدمج هذا يساوي شيء آخر بنفس الترتيب الموجود. لو أعمل التالي، لو أجي أعمل هنا أكتب هيك sum c out مثلا، الكومبايلر ما رح يعطيني إيرور عليها، بس النتيجة تاعتي راح تكون معكوسة، راح يكون سي اوت بدل ما هو موجود على اليسار راح يصير موجود وين؟ بالضبط. الأربعة الصم بصير أربعة صم most significant، والسي اوت بدل ما كان الأكثر تأثير بيصير هون الأقل تأثير. فصح الكومبايلر ما بعطيني عليها غلط، لكن نتيجتي راح تكون خطأ. دكتور احنا مش بحاجة للسي اوت دائما صح؟ حسب انه إيه. اذا كان عندنا بحاجة خانة جديدة، ما هو لانه يكون عندي 001 مثلا او هيك. صحيح، بس رح نحطه دائما سواء بحاجته ولا لا. اذا مش بحاجته رح يطلع عنا صفر، لانه ببساطه احنا ما بنعرف شو الارقام اللي ممكن تتجرب عنا. لو عارفينها وضامنين انه ولا واحد منهم بيطلع عنا النتيجه اكبر من 4 بت، ساعتها فيش مشكله. لكن اليوزر ممكن يدخل اي اي او اي بي، احنا ما بنعرف بشو القيم اللي بده يدخلها اليوزر في التجارب تاعي. طب شو بتفرق معي العادي يكون السي اوت والسم هو الموست سيجنيفيكانت؟ عيد السؤال. شو بتفرق معي اذا كان السي اوت او السم هو الموست سيجنيفيكانت؟ شو بتفرق معنا؟ طيب بتفرق معنا كالتالي، قيمه النتيجه. النتيجه مثلا خلينا ناخذ عندنا هون مثال، على سبيل المثال خلينا نقول يعني في عندي سبعة، ماشي الحال، وهاي السبعة بدنا نجمعها مع القديش بدك، سبعة زائد ثمانية أو تسعة. تسعة تكرم عينك، سبعة زائد تسعة، ماشي الحال. الآن هاي النتيجة عندنا هون بدنا نحطها، تمام. الآن CN شو قيمته في حالتنا هاي؟ الكاري من المرحلة السابقة،
صفر 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 صفر. نعم فيش عندنا كري من المرحلة السابقة، صح فيش عندنا كري، إذا قيمته صفر لأنه دائرتنا فيها CN. فإذا أنت لازم تقولها بما أنه ما فيش كري هو عبارة عن زيرو، اتفقنا عليه. فإذا الكري السابق هو عبارة عن زيرو، خلينا نجيبه. ماشي الحال. الآن بدنا نقوم بعملية الجمع. عندنا هون وعندي صفر صفر زائد واحد زائد واحد اللي هي عبارة عن صفر، وهنا واحد محل إشارة الماوس، هاي هي عبارة عن واحد. طيب واحد زائد واحد زائد صفر أيضا صفر، وهي واحد فوق واحد. نفس الإشي عنا هنا، صفر واحد، وآخر إشي صفر، وهون بده يصير عنا برضو صفر اللي هو نظبطها هاي عشان تبين زي كأنها مكتوبة على اللوح، اللي هي عبارة عن سي او الواحد. ماشي، هذا الواحد اللي هون، اذا هذول الاربعة هم عبارة عن S0 S1 S2 S3. اذا الواحد اللي هون بحطوش بالموست سيجنيفيكانت بليس له، بنزلوش زي ما هو محله ان يكون موست سيجنيفيكانت، هذا العدد بدل ما انه يكون الرقم 1 0 يعني 10 بي سي دي على سبيل المثال، او انه بده يكون الرقم 16 يكافئ 16 في الديسيمال، اذا هذا الواحد احنا بننقله هون من هون بنحطه في اللي سيجنيفيكانت بت لما بدلناهم، اذا بتتذكر بده يصير هذا الرقم هون، بدل ما يتحول من واحد على الشمال بده يصير واحد على اليمين. ماشي، لان لو عملناها في حساب البنك تبعك راح تحتاج جدي الواحد شو صار اللي جبناه من هون لهون، بطل في رصيد. شايف كيف؟ إذا مهم ولا مش مهم؟ أكيد مهم. مهم، فبالتالي لازم هذا الواحد يكون في هاي الجهة، إذا لازم الكونكاتينيشن ينعمل بالطريقة هاي بحيث إنه سي أوت تأخذ الموست سيجنيفيكانت بت من عملية الجمع. ماشي؟ كل ما تيجي تعمل الكونكاتينيشن هذول الترتيب تذكر حساب البنك. خلاص تمام. تمام ماشي الحال. هاي مزح بس يعني بمزح من العشاء. طيب فبتمنى يكون وضحت الفكرة قدر الإمكان يعني بهذا الأسطورة البسيطة. فخلينا نشوف شو مكتوب هون. concatenation of operands يعني جمع الأوبرانس بهذه الطريقة is expressed within braces، هاي هون the braces and a comma فاصلي separating the operands. بالتالي see out فاصلي sum concatenated مع بعض represents 5 bits، واللي احنا بدنا اياها هون تكون عبارة عن حاصل النتيجة of 4 plus 4 plus 1 bits. تمام؟ فهاي ببساطة عبارة عن مثال أول إشي على الداتا فلو. إحنا اتحركنا يعني أو اتحكمنا في حركة الداتا وين تروح. هون في عندي 5 بت، حطينا 4 منهم في مكان وواحد منهم في مكان ثاني طبعا على الترتيب. لو بدي هذا المثال أغيره من 4 بت ل8 بت، التغيير سهل جدا، كتابته سهل جدا، يعني لا دخلنا بتفاصيل للفور بت آدر، ولا دخلنا بتفاصيل انه هل هو هاف ادر ولا فول ادر، ولا في شيء لا اند ولا اور، ما فيش اي شيء نهائيا هون مكتوب، فقط مكتوب انه اوت ومكتوب الاوبريشن. هذا مثال على الداتا فلو موديلنج. خليني اعطيكم مثال اخر. هذول برجع لهم بعد شوي صغيري. مثال آخر اللي هو الفور بت كومباراتور، هاي الدائرة تاعته. إذا بدكم تعملوا لها هاي فيرلوج كود في الجيت ليفل، أهلا وسهلا فيكم، تنعمل مش ما بتنعمل لكن طويلة ومملة شوي وبدها دقة مشان ما نخربشش بين الانتر كونكشنز مع بعض. شو طريقة مناسبة انه احنا نعمل موديلنج ل
4 بت كومباراتور بدون ما نخوض بالتفاصيل الجوانية. طبعا دائرة الكومباراتور زي ما بتعرفوا مكونة من two numbers input إلها. هذول النمبرز ممكن يكونوا ب بعدد معين من البيتس. في هاي الحالة مفترض إنه الأرقام اللي عندنا 4 بت، يعني العدد A 4 بت والعدد B 4 بت، ممكن نزيدهم لو حبينا بسهولة برضو هون بس من غير الرقم اللي هون. تخيلوا لو بدي أزيد أنا الكومباراتور عمل هاي 8 بت كومباراتور، شو بدي شغل في الجيت ليفل موديلينج. فبتاخذ عددين، عدد A وعدد B، هاي الدائرة كل واحد من 4 بت. وبغض النظر عن عدد البتس اللي في الأرقام، أنت لما تقارن رقمين في بعض رح يطلع عندك واحدة من ثلاث لا رابع لهما. الأولى إنه العددين متساويين، الثاني إنه العدد الأول أكبر، والثالث إنه العدد الثاني هو الأكبر. طبعاً في هذول الثلاث ما بصير يطلع عندي ثنتين منهم تروب نفس الوقت، يعني بصيرش العددين يكونوا متساويين وواحد أكبر من الثاني أو واحد أقل من الثاني، ما بصيرش يكون عندي العددين واحد أكبر وهو نفسه أقل من العدد الآخر، ففقط one of them is true، واحدة من هذول الثلاثة هي true. زي ما شايفين هاي عندي الانبوتس هون وهاي عندي الاوتبوتس. الاوتبوت A أقل من B، A أكبر B أو A يساوي B، فقط واحدة منهم is true at any given time. لعند هون تمام؟ بدي اياكم تتخيلوا مقدار الاسطول اللي راح تنكتب مشان نعمل موديلنج للفور بيت كومباراتور، وتقارنوها، تقارنوا هذا الجهد مع هذا الكود اللي هون اللي بيعمل فور بيت كومباراتور ببساطة. فكيف عامل الفور بيت كومباراتور؟ كاتب الموديول، معرف الموديول، معرف له اسم، وبعدين هون كاتب output و input. هذول اللي بالأحمر هون لاحظوا أنه كاتب output والinput داخل الأقواس، بجيلها هاي بعد شوي بس حاليا اعتبروها أنها خارج الأقواس ومكتوبة بالطريقة التقليدية. فمعرف الoutput، ماشي، الoutput عبارة عن 1 2 3 هيك كاتبهم، A less than B، A equal B، و A greater than B. لو سماهم XYZ لو سماهم ABC ما بتفرقش، هيك هو مسميهم. underscore underscore هذا كلياته عبارة عن اسم variable واحد، لو حطيت حرف بداله ما بتفرقش. وبعدين في عندي two inputs اللي هم A و B، وكل واحد فيهم مكون من 4 بت. بعدين مشان يكمل الحل ما راح استند على ولا أي شيء له علاقة في الجيتس، ببساطة قال assign A less than B له المتغير الواحد، يعني زي كأنه بقول assign X تساوي أو assign A تساوي، وبعدين حط A أقل من B داخل قوسين. اللي داخل الأقواس اللي هون إله نتيجة واحدة من ثنتين، شو هو؟ شو دكتور؟ شو نتيجة A less than B لو كان A أقل من B فعليا؟ هاي الإشارة اللي هون أقل صح؟ أقل، A أقل من B. إذا منروح هون على الجدول، هذا الجدول اللي هون، هاي إشارة الأقل، greater than، greater than و less than عاديا. تمام؟ طيب ممتاز، معناته لما أحط A أكبر من B جوا أقواس إيش النتيجة تاعتها راح تكون؟ يا صفر يا واحد، يا صفر يا واحد 100%، يا إما true يا إما false، وبالتالي مقدار A less than B راح يكون يا إما صفر يا إما واحد 100%. الكلام assign X أو Y أو Z أو A أو B أو C whatever يساوي هاي الصيغة، معناها كالتالي، هل A أقل من B يا إما true يا إما false. إذا true واحد بروح على المساواة، وإذا false برضو القيمة هاي بتروح على المساواة، بمعنى إنه A LTB underscore underscore زي ما أنتوا شايفينها قيمتها يا إما تكون راح صفر أو راح تكون واحد. وطبعا زي ما هو عامل A أقل من B، يعني 4 بت أقل من 4 بت، هو يحسبهم بطريقته بكيفيته. لو بدي أطبق الدائرة هاي
فعليا بجيب لي دائره من هذا النوع وبحطها في التصميم. assign a greater than b نفس الشيء بدل اقل اكبر، او assign a equals b a يساوي يساوي، هاي اليساوي يساوي اللي هي لايش؟ لا اللوجيكال ايكواليتي، مش انه بدي انا قيمه b تساوي قيمه a، لا هل a تساوي b yes او no true او false، وهي تروح محل e equals to b. لاحظوا هون هاي عندي الاوتبوت الاول الاقل، هاي الاوتبوت الثاني الاكبر، وهاي الاوتبوت الثالث تبع المساواه. في اي لحظه من اللحظات اكم اوتبوت بتعطيني هاي الدائره؟ يعني لو احط هون العدد A والعدد B اكم اوتبوت باخذ؟ ثلاث. ثلاث ثلاثه اوتبوت، دائما باخذ ثلاثه اوتبوت، اثنين منهم صفر وواحد منهم واحد. إذا كانت الأولى واحد هذول الاثنين بيكونوا صفر، إذا هاي واحد اللي على الأطراف بيكونوا صفر، إذا هاي واحد هذول الاثنين بيكونوا صفر، بس كل مرة لازم آخذ ثلاثة أوتبوتس. أنا ليش بحكي لكم هذا الكلام؟ لأنه هاي الدائرة اللي مطلوب إنكم تعملوا لها تكتبوا لها كود في ال التوتوريال اللي هون. Write your own test bench for 4-bit comparator. فلما أنت تيجي تعطي قيمة افتراضية ل A و B لازم الأوتبوت يكون عندك مكون من 3 bits اللي هم البت للgreater، البت للless، والبت الثالث لأنه يساوي. تمام؟ ماشي الأمور لعند هون؟ تمام دكتور. الصبايا؟ تمام دكتور. ممتاز. طيب قبل ما نطلع على في سؤال هديل تفضلي. مش سؤال بس انه عادي هيك تعيد اعادة سريعة. اعيد اعادة سريعة؟ لايش؟ الله يسامحك. كيف؟ لايش اعادة سريعة؟ عشان اثبت المعلومات. عشان بثبت لك اياها مش مشكلة، هسه بنجيب براغي. لا لأي جزء بالضبط؟ اللي بالأول يوم بلشنا نعمل تعريفات الأوتبوت هدول بدي أرجع لهم، ما حكيتش عنهم. هدول ليش موجودين الانبوت والأوتبوت داخل الأقواس؟ بدي إلها سبب، هاي بحكي لكم عنها، بس ما إلهاش علاقة في طريقة كتابة الكود على الإطلاق. يعني إذا حدا مش عاجبه طريقة كتابة الانبوت والأوتبوت جوا الأقواس هنا بإمكانه ما يعملهاش، يعملها زي أول. فاللي بالاحمر اللي هون ليش انه حاطط الانبوت والاوتبوت جوا الاقواس؟ سببها بسيط جدا، خلينا احكي لكم عنه. طب ليش؟ كيف؟ في شويه هون لا، بس مش لانه ما في وايرز. الان الفيريلوج السنتكس تاعه بتطور، فبالتطور السنتكس مثلا في ال 2001 و 2005 فيريلوج سنتكس مسموح انك تعملها. هاي عندي هون مقارنه ما بين ال 1995 سينتاكس وما بين الاحدث منه. فشوفوا على سبيل المثال السينتاكس القديم موديول، مثلا موديول هاف ادر وعامل البورت ليست وبعديها بقول انه هذا انبوت وهذا اوتبوت، ماشي؟ فيعني هاي الصوره اللي احنا اخذناها اللي بنعرفها. الان في الاحدث منه بقول لك فيش داعي اني اضيع وقت واكتبهم هذول مرتين، خلاص مباشره انا في الموديول داخل البورت ليست بحكي مين الاوتبوت ومين الانبوت مباشره. هسه اذا بدك تعرف وايرز بتعرفهم بعدين، يعني مش ضروري الواير، ما هو مش ضمن البورت ليست، فبتعرفه بعدين انه شو في عندك وايرز. لكن بالنسبه للانبوتس والاوتبوتس بامكانك تعرفهم مباشره داخل البورت ليست بهذا الشكل. انا بحب اكتبهم دائما بالصوره اللي انتم شفتوها، انه هذا الكورس ينتهي هون على اساس تقريبا شكلها يكون قريب لشكل هاي. تمام، حتى اغلب الكتب تعمل هيك، وهي نفس الشيء. يعني ما بتعطيك اي، اذا اشتغلت على كومبايلر قديم اللي هو مش موجود هسه رح يعطيك مشكله على هاي، بس الان هاي ما بعمل الكومبايلرز كلياتها ماشي عليها، لانها كلها ماشي على السنتاكس الحديث. فلهذا السبب هون على سبيل المثال هاي الريبل كاري ادر
الاوتبوت مباشره اوتبوت 3 الى 0 صم اذا بتقارنوه مع الفور بت ادر اللي كان موجود فوق. طبعا بيختصر الكتابه شوي صغيري بدل ما انك انت تكتبهم هون كل البورت ليست وبعدين تعيد كتابتهم مره ثانيه وتصير تحكي من الانبوت ومن الاوتبوت. مباشره داخل البورت ليست بتحط مين الاوتبوت ومين الانبوت، وهذا اللي هو معمول هون بالضبط، انه هاي البورت ليست، هاي واحد، هاي الثاني، الثالث، وكل واحد فيهم بيحكي مين الانبوت ومين الاوتبوت. لو بدنا نعمل نفس الشغله مثلا في اي واحد من الامثله اللي موجود عندنا فوق، مثلا واحد في واير، خلينا نشوف هون مثلا، ممكن نيجي نعمل هيك، هاي اوتبوت، بس خلينا احطها بلون مختلف، فهم اوتبوت اوت، وهاي انبوت اي بي سي. تمام، بنفس الطريقه اللي موجوده هون. شايفين هاي اوتبوت واحد، بعدين فاصله، بعدين واحد فاصله واحد لعن ما تخلص، بعديها الانبوت وتحطهم فواصل بيناتهم. فاللي بضل نعمله في المثال تبعنا فوق مشان نرجعه زي ما او نعمله على السنتاكس جديد، انه هذول الثنتين الان لازم نحيهم، فيش داعي لهم. يعني هي شغله شكليه مش هالشيء المحرز. فهي اذا سؤالك بس في هاي القصه، يعني شغله مش محرزه، اذا حابين الطريقه القديمه فليكن، يعني مش راح تفرق نهائيا. لا تمام تمام ماشي الحال. طيب ناخذ بريك قصير، قديش ساعه؟ منيح، ناخذ هسه بريك قصير وبنرجع ان شاء الله. تمام، فنلتقي بعد 5 دقائق ان شاء الله. 5 دقائق ولا كم؟ ولا 5 دقائق؟
يعطيكم العافية، الكل موجود؟ حياتنا دكتور. شكله حياتنا لحالنا، البقية مش هون. لا هنا زينا. أهلا وسهلا، يا هلا. طيب. طيب ممتاز ممتاز. خلينا نكمل. طلعنا على هاي الأوبريتر قبل هيك، الترنر أوبريتر اللي هي زي علامة الاستفهام، وحكينا عن الفورمات تبعها، فبدنا نستعملها الآن في إكزامبل. فالفورمات تبع هاي الإنستركشن هو كالتالي: عندي certain condition، تمام، بعدين في عندي علامة السؤال، بعدين إذا جوابها true بتأخذ قيمة true expression نقطتين، إذا جوابها false تأخذ قيمة false expression. فهاي هي مكافئات تقريبا ل if condition then left hand side يساوي true expression else left hand side يساوي false expression. حكيها أعقد منها، فخلينا نشوف استعمالها بمنتهى البساطة أفضل كثير من إنه نقعد نوصف فيها. If the result is logic 1, then the true expression is evaluated. If the result is logic 0, then the false expression is evaluated. And it is equivalent to an if-else condition. فخلينا نشوف example عليها. Example عليها: assign out تساوي select، هذا اسم متغير، علامة سؤال A أو B. هاي معناها كالتالي: إذا كانت قيمة select true معناها out راح يكون يساوي A، إذا كانت قيمة select false معناها out راح يكون يساوي B. اللي عنده علامة السؤال اللي هو هذا هو اللي إحنا نسأل هل هو true ولا هل هو false. أول واحد هو الجواب بحالة true، واللي بيجي بعدين هو الجواب بحالة false. طبعا أفضل طريقة إنه نطبق عليها هي مثال، وإذا متذكرين هذا المثال اللي عملناه بالبفر F1 وبفر F0 اللي هو عبارة عن 2 to 1 line multiplexer، الآن بدنا نكتبه بطريقة ثانية. هاي الطريقة الثانية بدون استعمال للبفرز وبدون الإكسبريشن حتى على الجيتس، ما بدناش نحكي عن الجيتس ولا نجيب سيرتهم. فلرح نعمله كالتالي: هاي الدائرة لها 3 inputs A, B, select. فهاي الـ A, B والselect عبارة عن الـ inputs، الـ 1 output اللي هو عبارة عن M out، وبما إنها 2 to 1 line multiplexer هاي معرفين هدول، ف فقط هاي الجملة هي اللي بتشتغل 2 to 1 line multiplexer. assign m out، خلي m out يساوي a إذا select true أو b إذا select false. m out تساوي select بناء على select. is this select 0 or 1؟ if it is 1 ف m out راح يختار a، if it is 0 معناته m out راح يختار b او يكون مساوي لقيمه b. طبعا مش هاي الحاله الوحيده اللي هذا الاكزامبل بتطبق فيها، لكن هو عباره عن اكزامبل على استعمال الترنري اوبريتور اللي هي فيها اداه الشرط. وطبعا زي ما حكينا قبل شوي وزي ما رح نتعلم لبعدين، انا بامكاني اني اكتب الاف ستيتمنت زي ما بكتبها في البروجرامينج، ف فيش اي اشكاليه لو ما مش حابب استعمل هاي الصيغه بدي أكتب بدالها if else، فيش أي مشكلة تشتغل بنفس الطريقة. لكن إذا نيجي نحلل السؤال معين، إذا عندنا كود بدنا نحلل الدائرة هاي نشوف شو بتشتغل، ضروري أن أكون عارف هذا شو معناه بغض النظر إنه بحب أستعمل أو بحبش. فهاي بالنسبة للترنري أوبريتور. فلعند اللحظة هاي لعند هون إحنا حكينا ب 3 types of implementations، اثنين منهم بسيطين اللي هم الـ gate level modeling، إني أوصف الدائرة in terms of logic gates، أو إني أوصفها in terms of boolean functions، نفس الإشي نفس الـ level. الطريقة الثانية هي عبارة عن data flow، أخذنا عليها two examples
على الفور بت ادر والكومباراتور معمول على الداتا فلو. زي ما شفنا في الداتا فلو احنا بس بنشوف كيف حركه الداتا وكيف الداتا بدها او كيف بدي شكل الاوت يكون بناء على شكل الانبوت الموجود عندي. الطريقه الثالثه اللي هي لسه اسهل من الطريقتين هذول هي عباره عن البيهيفيرال موديلنج او الالجوريثميك موديلنج. فبالبيهيفيرال موديلنج الليفل اوف ابستراكشن لسه بعلى، بمعنى اخر اني ببطل احكي عن الدائره من حيث هي بايش تتكون، بصير احكي عنها من ناحيه هي شو بدها تعمل. مثلا اعطيكم مثال صغير، لو بدي ابني على سبيل المثال بدي ابني كاونتر، هذا الكاونتر في العاده راح ابني في، لو انطلب مني اني اصمم كاونتر في ديجيتال لوجيك ديزاين راح اصممه من فليب فلوبس واروح للستيت تيبلز واقول مثلا انا عندي 3 بت كاونتر، فبالتالي عندي ستيت 0 ستيت 1 ستيت 2 لعند ستيت 7 وبعديها بدي ارجع كمان مره لل من ستيت دايجرام، ارجع لل 0 من ستيت دايجرام، بدي ابني ستيت تيبل، ومن ستيت تيبل بدي اعمل المابس، ومن المابس بدي اعمل اللي هي الفليب فلوبس مع الكومبينيشنال جيتس اللي بتتحكم فيها. فهي الطريقه اللي راح اشتغل فيها اذا انا بدي ابني كاونتر. اذا بدي ابرمج كاونتر على الفيرلوج ممكن افكر في الموضوع زي ما برمج الكاونتر على السي، بان انا احط مثلا انيشال فاليو وهذا الانيشال فاليو اعمل له انكريمنت وافحص اني لو وصلت عند قيمه نهائيه ارجع اعمل ريسيت للفاليو او حسب الوضع شو بدي اعمل فيه. فالطريقتين في التفكير مختلفين، ما بين البيهيفيورال اللي انا بدي افكر وكاني انا بكتب في كود فعلي، وما بين الستركتشرال اللي هو الجيت ليفل والبوليان فانكشنز اللي انا فعلا ببني الدائره وبقعد اوصف فيها للاكزامبل كيف انها تتصرف. طبعا من ناحية ديزاين إذا أنت بدك تعمل دائرة كبيرة معقدة فيها كاونترز، على سبيل المثال دائرة الملتيبلاير اللي حكينا عنها مرة، إنه مشان أضرب رقمين ممكن أنا أصمم ملتيبلاير من اللوجيك جيتس، أو ممكن أصمم ملتيبلاير عن طريق 2 ريجسترز و 1 كاونتر. للناس اللي ما حضروش بحب أن أعيد هذا المثال مرة ثانية. فلو بدي أنا أصمم ملتيبلاير دائرة بتضرب عددين، ممكن أصممها بالطريقة اللي تعلمناها بالديجيتال لوجيك اللي هي انه نجيب عددين نضربهم ببعض ونصير نقول انه العدد الاول مضروب بكل البيتس، بعدين العدد الثاني، بعدين بجمع صفر العدد الثاني، بعدين بحط صفرين العدد الثالث، بعدين بصير اجمع في الاعداد عن طريق هاف ادرز وفول ادرز الى اخره. هاي عباره عن ستراكشرال. اذا بدي افكر في الموضوع من ناحيه الجوريثم ممكن نقول كالتالي، عمليه الضرب هي عباره عن عمليه جمع متكرر، فبالتالي انا بجيب ريجستر وكاونتر، ريجستر وادر وكاونتر. فالريجستر اللي عندي بحط فيه واحد من الارقام اللي بدي اضربهم في بعض، والكاونتر بحط فيه العدد الثاني. فلو بدي اضرب مثلا 3 ضرب 7 ممكن احط الثلاثه في الكاونتر والسبعه في الريجستر او العكس، مش مهم. والان شو اللي بصير اعمله؟ بصير كل مره اجمع العدد على نفسه، كل مره بجمع فيها العدد على نفسه اقلل قيمه الكاونتر بمقدار واحد عبين ما انه الكاونتر يصير صفر. بالنهاية بحصل على حاصل الضرب. فطريقتين مختلفات للتفكير بنفس المسألة. الآن إحنا بدنا نفكر في الموضوع بصورة شمولية أكثر، بصورة ألغوريثم أكثر ما إنه نفكر بشكل structural. طبعاً هاي أريح ما إنك أنت تقعد تفكر فيه من ناحية structure، من ناحية logic gates إذا بنتكلم عن complex design. لكن في simple design ممكن ما تحوجش. فالبيهيفيرال موديلنج represents digital circuits at a functional and algorithmic level. بهمنا الدائرة شو بتشتغل مش من ايش بتتكون. فمستعمل لتصميم السيكوينشال سيركتس اللي مكون من فليب فلوب صغيره، لكن ايضا ممكن استعمالها للكومبينيشنال سيركت، مش حصر على السيكوينشال سيركتس. البيهيفيورال ديسكريبشنز عادة تستعمل الكيورد اولويز، تشبه الانيشال بس إلها شغل اخر بجيلكم نيجي له في امثله. الاولويز هاي از فولود باي ان اوبشنال ايفنت كنترول اكسبريشن. اذا بتتذكروا امبارح في الاكزامبل اللي ما زبطش معانا اول واحد حطيت، اذا بتتذكروا كتبت اولويز ات اي اور بي اور سي عند السيستم تاسك ديسبلاي، اذا بتتذكروا
على أساس كانت عبارة عن expression بيعمل evaluation عند كل تغيير. نفس الإشي هون. فالالويز هي عبارة عن operator دائم دائما أثناء تنفيذ البرنامج بيكون فعال، بحيث إنه إذا صار شيء في البرنامج من ضمن اهتمامات أو الأشياء المكتوبة داخل الالويز بلوك تأخذ action مباشرة. فممكن الالويز يتم التريجر فيها بشكل دائم continuous البرنامج، أو ممكن أنك أنت تخلي الالويز تشتغل عند parameters معينة at some events بأحداث معينة بدك شيء تشتغل على طول، لكن ضمن أحداث معينة ممكن تتحكم فيها. وهي الأحداث أنت تعطيها، يعني أنت اللي بتحددها. So it is followed by the optional event control expression and a list of procedural assignment statements. سواء كان شو الايفنتس اللي بدها تصير او شو بصير لما بدها تصير الايفنتس هاي. تمام؟ طبعا هذا كلام وصف الان، مش رح نقدر نفهمه 100% الا لما نشوف examples. The event control expression specifies when the statement will execute اذا موجودين مع الالويز. The target output of the procedural assignment statement must be of the rich data type. برضو هاي بنيجي لها. ومنعرف شو معنى معنات الرج، فش داعي انه نرد نعيده كمان مرة. خلينا نشوف الـ always statement شو بتعمل. فـ always statement. اوكي، الـ always statement من ناحية اذا بنشوفها هون في في example ايها هون، هاي عندي module تمام، وهي عندي هنا الانيشال. احنا صحبه مع الانيشال صرنا، ما عندناش مشكله فيها. هاي عندي هون الانيشالز، وزي ما انتم شايفين الاولويز كانها يعني كانها زيها زي الانيشال، بس بناحيه طريقه التعريف، وايضا من ناحيه بيجن واند نفس الشيء. لها بلوك، يعني هون ممكن تحط انت بيجن وممكن تحط اند كمان. إلها بلوك زيها زي الانيشال. تمام، هيك شكلها بيكون في البرنامج. طبعا بتكون سمول اي مش كابيتال اي، الكابيتال اي غلط. تمام، وهي عباره عن الستيتمنتس الموجوده داخل الاولويز بلوك، زي ما هذول عباره عن الستيتمنتس اللي موجودين داخل الانيشال. لان من ناحيه مبدئيه شو الاختلاف بينهم؟ جميع البلوكس او جميع الستيتمنتس اللي داخل الانيشال بلوك بيبدا تنفيذها من لحظه الصفر ولمره واحده فقط. فبالامثل اللي كان في عندنا هون بعد بفوق بعد خمسه بعد خمسه بعد خمسه بعد خمسه، هاي تنفذ لمره واحده فقط. لما انت تعطي اربعه انبوتس مختلفين كل واحد بينه وبين الثاني خمسه تايم ستيبس، هذول بيتم تنفيذهم مره واحده فقط. الاولويز مختلفه عن هذا الكلام، الاولويز تشتغل بشكل دائم من أول تنفيذ البرنامج لآخر نقطة فيه لنهايته. الأولويز، أولويز معناها دائما من الصفر لنهاية البرنامج بشكل مستمر بشكل دائم. The behavioral statements inside the always statement constitute of the always block. إذا كان في عندي هاي عندي هاي البلوك للالويز ستيتمنت زي ما هذا البلوك للانيشال. اذا كان عندي بيجن واند فالمحصورين ما بين البيجن والاند كلاتهم عباره عن البلوك. The always statement starts at time تساوي zero and executes the statements in the always block، يعني هذول او اللي اكثر منهم اذا محصورين ما بين بيجن واند، continuously in a looping fashion، على شكل لوب بشكل مستمر بشكل دائم. هون حاطط اكزامبل على كلوك جنريتر، فانا حابب اني اناقش هذا المثال معاكم بالضبط، لانه هذا عباره عن مثال كامل بيعمل لي جنريشن للكلوك. شو هي الكلوك؟ عباره عن كونتينيوس ويفز من الزيروز والونز بتردد معين. الكلوك سكوير ويف بلس. فشو هو هذا الاكزامبل؟ هذا الاكزامبل هو عباره عن موديول للكلوك، نسميه الفانكشن اللي هون نسميه كلوك جنريتر، وفي اوتبوت
ماشي معرفي كالتالي المتغير الاوتبوت هو يعني هذا عباره عن اكزامبل فقط في وان اوتبوت اسمه كلوك ملوش انبوت الكلوك ما لها انبوت هي لها اوتبوت ونوعه اوتبوت ريج طبعا كان ممكن نعرفه جوا بس هون اختار انه يعرفه داخل القوس تمام فالاوتبوت من نوع ريج طيب بعدين شو عندي انيشال من لحظة الصفر لكلوك اللي هو قيمة الاوتبوت اللي عندي بقول انه كلوك يساوي زيرو يعني الانيشال فاليو تاعت الكلوك ابدأها من الصفر كان ممكن تبدأوها من الواحد لو حبيت بس هون في هذا المثال ابدأها من الصفر تمام فلو بدنا نرسم هون خلينا اجرب ارسم اذا بزبط ان شاء الله يزبط فهي عندي السكوير ويف بولس من لحظة الصفر ماشي الحال هاي اللحظة صفر نقطة تمام بعديها تنفذ هاي من لحظة الصفر من لحظة البداية تنفذ الآن شو بلاقوا عنده بعدين بقول له always بعد كل 10 time steps clock تساوي invert clock يعني هون احنا بلشناها من الصفر ما وصلناش لسه لبعد العشرة بلشت تعد للعشرة هاي always بعد العشرة فبالتالي من الصفر للعشرة هاي على اعتبار انه طول هذا الخط 10 هذه راح تضل نفس الفاليو القديمه اللي بقول له بعد 10 خلي الكلوك تساوي الانفرت للكلوك طيب شو قيمه الكلوك السابقه صفر اذا قيمه البلس الجديده او قيمه الكلوك الجديده هي راح تكون 1 تمام فهاي اللحظة اللي هي الصفر هاي اللحظة اللي هي عندي هون اللي هي العشرة من الصفر للعشرة تساوي صفر بعد العشرة اعكس الكلوك فالصفر بدها تصير واحد أيضا لمدة عشرة هي بجوز الأفضل إنه نحكي عن الأولويز ستيتمنت بالطريقة التالية بعد كل عشرة عندك اعكس الكلوك ماشي فهاي رح تستمر لمدة عشرة بعدها بعد العشرة شو بده يصير؟ الكلوك هي عكس الكلوك بدها ترد تنعكس كمان مرة فبدها ترجع على الصفر مرة ثانية ماشي أيضا لمدة عشرة فصار عندي عشرة 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 وكل عشرة ضلك اعكس في الكلوك لعند وين؟ لعند ما ينتهي السيميوليشن اللي هو عند وين؟ عند الألف لأنه هون عندي ستيتمنت ثاني بتقول له عند الألف فينش عند الألف من البداية تمام لو بدنا نعمل هاي الكلوك بالطريقه الاعتياديه انه بعد كل 10 وبدنا 1000 بدنا نكتب 100 سطر جوا الانيشال انه بعد كل 10 تنعكس لكن في الاولويز هنا كتبناها بسطر واحد عند كل 10 اعكس الكلوك اولويز بعد كل 10 اعكس الكلوك بشكل دائم في البرنامج فكانها عباره عن لوب لو بدنا نفكر نكتبها في السي راح نكتبها بشكل لوب انه 4 من الصفر لل1000 الانكريمنت 10 بهي عارفه 4 0 10 1000 داخل الفور لوب والفور ستيتمنت كل 10 اعكس الكلوك وبعديها اذا ما وصلتش النهايه رد عيد من اول وجديد فهي عباره عن كونتينوس لوب دكتور اسال اسال مساس محمد هسه لو انا عندي بدي اجمع بدي اضرب عفوا 5 في 6 يعني بدي اجمع 5 6 مرات صح طيب انا عندي سيركت البروبوجيشن ديلي تبعها هو اللي بيحدد قديش احط جوا الاولويز انه كل كم صح البروبوجيشن ديلي هاي مالهاش علاقه في البروبوجيشن ديلي طبعا على اي اساس بدي ازيد الكاونتر انه كل ما اضمن انه يطلع لي الجواب صح من السيركت اوكي اذا بدك تعمل البروبوجيشن ديلي اذا في عندك بروبوجيشن ديلي في دائره من مثل هذا النوع نفترض انه البروبوجيشن ديلي موجود في شغلتين عملية الجمع نفسها لأنه لما بدك تعمل ملتيبلاير بدك ريجستر بدك كاونتر وبدك أدر على الريجستر اللي هو يجمع العدد على نفسه أو حتى بالزمكش أدر تعرف ليش؟ لأنه لما تجمع الأدر أي عدد بتجمع على نفسه كأنك ضربته باثنين مضبوط
فلما تعمل شيفت للعدد على الشمال بقدر خانة واحدة انت ضربته باثنين فبلزمكش قادر. هاي سامحتكم بقادر. بس يعني هيك في لما يكون في السيركت بروبوجيشن ديلي اكيد صح؟ انا بدي اعرف بس بدي اعرف وين البروبوجيشن ديلي. بدنا نعرف احنا وين البروبوجيشن ديلي مشان نقدر نتعامل معه. في المثال اللي انا ذكرته واللي انت ذكرته بعدين موجود عندي فقط ريجستر بيعمل شيفت لليسار ماشي. اتفقنا انه شيفت لليسار هو ضرب اثنين كأنه بجمع العدد على نفسه تمام. في فيش داعي لادر. وعندي كمان اللي هو الكاونتر. فالبروبوجيشن ديلي راح يكون في ثلاث اماكن في مثالنا. اول مكان راح يكون في البروبوجيشن ديلي اللي هو في الكاونتر الترانزيشن ما بين كاونت وكاونت ثاني في بروبوجيشن ديلي هون. Actually حقيقة في propagation delay لأنه هاي الكاونتر أصلا مكون من flip flops ففي propagation delay موجود. شفت على اليسار مش دائما بتفيدنا. شفت على اليسار بتفيدك إذا بدك تضرب باثنين. يعني إذا أنا بدي أضرب ستة في ثلاثة بدي أجمع ثلاث مرات بدي أحتاج لأدر. طول بالك طول بالك عليك. هسا إذا أنت إحنا مش دائما نضرب باثنين عدد المرات بنجمع العدد ومش دائما بطلع نفسه. صحيح صحيح انا متاسف جدا. بدنا ادر في هاي الحاله لانه اذا بجمع العدد على نفسه لمره واحده هاي احنا ضربناه باثنين بس القيمه اللي جوا لما اعملها شيفت في اثنين هي بتنضرب باربعه فكانه بنضرب احنا اثنين اربعه ثمانيه. صحيح كلامك كان متاسف. على كل حال معناته خلص خلي هاي بنرجع لك الادر. فصار عندنا ادر له بروباجيشن ديلي. صار في عندي الكاونتر في له بروباجيشن ديلي وايضا الريجستر له بروباجيشن ديلي. ريجستر البروبوجيشن ديلي تاعته تشمل ايضا بدنا نشملها ايضا في عمليه اللي هي الوقت اللازم لتخزين او استخراج الارقام منه. ففي عندي بروبوجيشن ديلي موجود باكثر من عنصر في هاي الدائره. الان اذا بدي اعمل انا الجمع بالطريقه اللي اقترحناها المفروض انه يكون في عندي دائره كنترول دائره تحكم. هاي دائره التحكم ما تعطي تريجر بانه الكاونتر ينقص واحد والآدر يجمع العدد مرة ثانية على القيمة الأكوميليتد في داخله إلا بعد ما ينتهي البروبوجيشن ديلي. أيوة. وإلا رح يصير مشاكل تمام. فلو أنت بتعمل بدائرة كنترول وبدك تكتب هنا always مثلا على شكل always المفروض أنك أنت هنا تحدد رقم هذا الرقم يكون أكبر من البروبوجيشن ديلي الموجود عندك في كل الدائرة. أنا هذا سؤالي تمام صحيح. تمام؟ هذا بنجي له الكلام في آخر جزء في المادة لما نحكي عن الـ RTL design بنجي له لاحقاً. بس هون نحن بنحكي لسه بمستوى أبسط بكثير ماشي الحال. البهم الآن نعرف إنه هاي الـ always هي عبارة عن continuous loop. طيب السؤال اللي بدي أسألكم إياه الآن حسابي شوي صغيري. أول سؤال قديش الفريكوانسي تاعت الكلوك اللي في هذا الاكزامبل؟ قديش الفريكوانسي تبعتها؟ لا الفريكوانسي تاعت السيجنال قديش تردد السيجنال؟ هو مش بيطلع 1010؟ نعم صحيح. بدهاش كل هالتفكير. احنا هون عندنا 10 مش هي الوقت الصفر 10 صحيح. الوقت الطويل 10 فاذا 10 زائد 10 20 اصلا مكتوب هي هون يريد يساوي 20 20 تايم ستيب. لو افترضنا انه التايم ستيب على سبيل المثال 1 نانو سكند اذا في عندي 20 نانو سكند اذا الفريكوانسي 1 على التوتال تايم مشان نحسب الفريكوانسي. فاذا عندي الفريكوانسي هي عباره عن 1 على التوتال تايم. التايم هو عبارة عن وقت اللو زائد وقت الهاي. هل ضروري دائما يكون وقت اللو يساوي وقت الهاي؟ لا حسب الديوتي سايكل. هاي 50% ديوتي سايكل. السؤال الثاني اللي بدي أسألكم إياه بناء على هذا السؤال في الإكزامبل اللي عندي هون أكم بيريود موجودة؟ هون عندنا المثال هذا بيبدأ من الصفر وبينتهي في الألف. أنا مش معني في الرقم معني في طريقة الحساب. 50 بيريود يمكن بده يكون عبارة عن 1000 قسمة على 10 20 لأن البيريود 20. هو أنا قسمت على 10 وقسمت على 2 لما كلك 50 الجواب
50. نعم الألف على 20 بتروح الصفر مع الصفر 100 على 2 50، فعنا 50 بيريود، يعني عنا 50 لو و50 هاي. طب ليش اختارها 1000؟ لأنه عادة إذا أنت بدك تعمل كلوك لدائرة المفروض هاي الكلوك تكون مستمرة طالما السيميوليشن عندك مستمر، يعني مش مفروض الكلوك عندك توقف قبل ما إنه يوقف السيميوليشن، وإلا بتصير دائرتك بدون كلوك. تمام؟ فهي بعض الأشياء البسيطة. شو المهم من اللي حكيناه هون؟ المهم إنه أعرف إنه هاي الجملة عبارة عن continuous loop. هاي الشغلة المهمة الأولى. الشغلة المهمة الثانية اللي لسه ما شفناش example عليها، أعرف إنه هاي continuous loop ممكن إني أشغلها بشكل دائم أو ممكن أشغلها at specific instances، أنا بحددها بعدين، يعني بحدد له متى تشتغل ال always بظروف معينة وشو صور بناء على هاي الظروف. ما خدناش مثال عليها، راح نأخذ مثال عليها إن شاء الله. فهاي أول واحدة من statements المستعملة في behavioral modeling. كمان إشي ثاني مستعمل في behavioral modeling، إشي بتعرفوه أنتو بشكل ممتاز، اللي هو إيش؟ F statements، زيها زي C بالضبط. فبإمكانكم تعملوا الاكسبريشن اف اكسبريشن ترو، شو يصير؟ طبعا اذا ما صارش الاكسبريشن هذا ما بتنفذ، او ممكن تكون عباره عن اف ايلس، ماشي، او النستد ايلسز اللي مع الاف اللي هو اف ايلس اف ايلس اف ايلس ستيتمنت. فهذول زيهم بالضبط زي الموجودين في السي، اعتقد انه فيش حاجه نحكي عنهم ولا لا، المفروض يكونوا هذول معروفين. السؤال اللي بدي اسالكم اياه انا انه مثلا لو بدي احط اف جوا انيشال، هاي الاف بدي احطها جوا انيشال، هل بحط لها هون بيجن واند الاولى، ولا بحتاج ان احط بيجن واند للاف اس الثانيه، ولا بيجن واند للثالثه؟ يعني هل هذول بنعدوا وحده ولا بنعدوا مالتيبل؟ ما هي البيجن والاند بنحطه لما يكون في عندي مالتيبل. ما سمعناش، عيد عطاطرة قطع الصوت. عيد الاس طيب نعدي مع الاف. طيب انا بساعدكم، هذول كلياتهم بنعدوا ستيتمنت واحد، يعني هاي كلياتها تعد ستيتمنت واحدة مش ملتيبل ستيتمنتس. يعني لو بدك تحط هون مثلا على سبيل المثال بدك تحط هون الانيشال، ماشي، ما في داعي تحط هون begin وتنهيها ب end. طبعا لو حطيت مش هالمشكله، ماشي، بيعطيكش ايرورز، بس ما في داعي لانها هاي عباره عن one statement. ليش بحكي هيك؟ لانه رح تمرق عندنا examples بنلاقي initial وحده ومليان statements تحتيها، وغريب الوضع انه ما فيش begin وend لهم. السبب انه كلياتهم عباره عن one statement. طبعا في حالة الاف والالس اف، في عندي الالس الاخيرة بتضلها للديفولت ستيتمنت اذا بدنا نحط ديفولت ستيتمنت، والالف والالسز النستد الالسز الموجودة فيها بتشبه الكيس ستيتمنت او السويتش ستيتمنت اللي تعلمتوها في السي، واللي هي ايضا موجودة في الفيرلوج. فهي الكيس رح نحكي عنها. تمام، بس قبل هيك خلينا نشوف امثله على الاف ستيتمنت. تمام، في عندنا هون مثال على الاف ستيتمنت، طبعا مش متكامل المثال، فبس يعني امثله على طريقه الكتابه. مثلا هون اف not lock، على اعتبار انه lock هو عبارة عن اسم متغير، ماشي، معناها buffer يساوي data. او if enable out يساوي in. اذا بدي استعمل مثلا ال if اللي هون عندي if مع expression، لكن في هذا ال expression انا بديش فقط انفذ يعني جملة واحدة، بدي أنفذ مجموعة من الجمل. بما أنه بحكي عن مجموعة من الجمل، إذن لازم
احصرهم في بيجين واند زي ما بحصر في السي بحصر بالاقواس بنفس الطريقه بس هون بدون الاقواس بالبيجين والاند. فعندي هون اف وعندي كونديشن معين هون، هذا الكونديشن عباره عن فيريبل اقل من فيريبل ثاني، بيجين واند لازم ننفذ تو ستيتمنتس ماشي الحال. بعدين هون في عندي إلس تبعه إلها ماشي، فلو بدي أحط هون إنيشال ما فيش داعي إن أحط بيجين وإند بعد الإنيشال لأنه فقط في عندي إف وإلس. الثالثة على سبيل المثال بقول إنه في عنده ALU control، ALU في عندها عملية جمع طرح وضرب، فبقول إذا ALU control يساوي صفر يساوي يساوي صفر معناته العملية عملية جمع، إذا كان الكنترول يساوي واحد العملية طرح، إذا كان الكنترول يساوي اثنين العملية ضرب. ممكن تعملوها أنتوا تضيفوا كمان جملة إنه إذا ولا واحدة من هذول تعملولها ديفولت، يعني نضيف كمان if else هون نعملها لعملية القسمة مثلا. بس هون شو عامل؟ عامل ديفولت ستيمت بقول إذا ولا واحد من هذول اطبع لي إنه invalid ALU control signal، هو اللي بعطي المثال. وبالتالي كاتب المثال احنا بنحلل وبنفهم المثال زي ما هو مكتوب. خلينا نشوف اشي ثاني على 2 to 1 line multiplexer مرة اخرى مكتوب بصيغة مختلفة تمام. الان اذا بدي اكتب ال 2 to 1 line multiplexer عن طريق ال behavioral بدنا نتذكر انه البيهيفيرال لازم الاوتبوت فيه لازم الاوتبوت دائما فيه يكون عباره عن ريدج تايب. ليش ريدج تايب؟ لانه as required by the always statement. فاي لحظه باي مكان بتحبوا تكتبوا بيهيفيرال موديلنج لاي دائره اتذكروا انه الاوتبوت عندكم لازم يكون of ريدج تايب تمام. فخلينا نشوف كيف مكتوب ال 2 to 1 line multiplexer. موديول اسم الموديول ام اوت اللي احنا بهي الحاله بدنا نحطها ريدج، هيها هون ريدج ام اوت، فهي عباره عن اوتبوت. بامكاني كمان بدل ما اكتبها بسطر لحالها اكتب اوتبوت ريدج بهذا الشكل، بس خليها بشكل منفصل على اساس ننتبه ننتبه لها. فاوتبوت وهنا برضو لو بدكم هذا الكود تنبذوه انتبهوا على موضوع الكابيتال والسمول. ف M out A B select نفس البورت ليست اللي كان موجود هناك output و input. الإشي الإضافة اللي عليه إنه M out الآن عبارة عن ريدج. الآن هاي جملة ال always، اطلعوا على ال always شو موجود معها. always دائما طول البرنامج at يعني دائما عند. هسا في فرق ما بتكون ما بتقول دائما أو دائما عند، دائما معناته بدون اي شروط بشكل دائم زي الكلوك تمام. دائما عند always at معناته انت بتطلع على احداث معينه. فشو اللي موجود هون في كاحداث؟ في عندي قوس وهي اللي داخل القوس بدنا نسميها events، ممكن نسميها كمان sensitivity يعني ايش الشغلات اللي always تتحسس الها تمام. فمثلا دائما عند A أو B أو select، وهذه معناها كالتالي إذا حدث أي تغيير على A بحيث قيمة A كانت 1 صارت 0 أو العكس، أو هذا التغيير حدث عند B أو هذا التغيير حدث عند select، لازم أنك أنت تقوم بأكشن معين بناء على هذا الحدث. طبعا الملتيبلكسر بنعرف إذا تغيرت قيمة الانبوت او تغيرت قيمه السيلكت لازم قيمه الاوتبوت تتغير. فبالتالي بما اني انا بكتب behavioral modeling على الالويز ستيتمنت، اذا واحده من هذول تغيرت لازم احسب بحساب انه القيمه اللي عندي لازم تتغير، خاصه اني انا معرف الاوتبوت على انه ريدج مش معرفه على انه واير. لو كان واير كان اوتوماتيكلي بعمل لي هي الشغله لانه الكونتينوس اساينمنت بتعمل هذا الكلام، او اذا كان اوتبوت لقيت. بس بما انه هو عباره عن ريدج، الريدج عنصر تخزين، وبما انه ريدج زي كانه فليب فلوب بنتظر انه حدا يعطيه الاوتبوت، ولما بدك انت تغير الاوتبوت اللي عليه اذا ما قمت بالتغيير في اللحظه اللي بتغير فيها الانبوت معناته راحت عليه. فلهذا السبب
حطينا كامل الحدث اللي لازم يصير في الاوتبوت او القيمه اللي لازم حسابها في الاوتبوت داخل الاولويز ستيتمنت بحيث انها تعمل كونتينيوس مونيتورينج عليها على شكل لوب من بدايه تنفيذ البرنامج لنهايته. وعند اي حدث من هذول الاحداث لازم اعيد حساب قيمه الاوتبوت للتو تو ون لاين مالتيبلكسر. طبعا هذا الكلام ممكن انا اعممه كالتالي، انه عند اي دائره عند اي كومبينيشنال سيركت الانبوت فيها بتغير لازم الاوتبوت برضو ايضا يتغير، وبالتالي انت هون راح تعمل سنسيتيفيتي ليست تتكون من جميع الانبوتس للكومبينيشنال سيركت اللي عندك، والا النتائج اللي عندك ممكن تكون فيها اشكاليات في بعض النقاط الزمن. تمام. فمره اخرى عند كل تغيير من A او B او select، طبعا هاي برضو كسينتاكس ممكن نقيم الاور ونعملها فاصله، راح تشوفها في بعض الاكزامبلز. هاي مع بس معلومه على الهامش. الان داخل الاولويز ستيتمنت اف select يساوي واحد، اذا كانت قيمه السيلكت ترو معناته ام اوت يساوي اي، ايلس ام اوت يساوي بي. طب وين الباقيين؟ ما فيش باقيين، هذا 2-to-1 line multiplexer 2-to-1، يعني فيش داعي اني اكتب else select لا يساوي واحد، فقط حالتين. تمام. هل لديكم اي استفسارات لحد هاي النقطة؟ طبعا في examples قادمة. بلشت تتعقد الامور ولا لحد الان بسيطه؟ تمام دكتور لحد هسه. تمام. عطتر انا مش خايف عليك. ما شاء الله عليك. هديل شو اخبارك؟ شو رايك؟ منيحه يعني، بس انه يوم اجي افكر انه نحن نكتب الكود كلياته بخاف شوي. لما تكتب الكود هو عشان هيك لازم تضطر تتدرب الكود. مش انه طريقه الكتاب حطيت لكم الفكره نفسها انه هيك نتلخبط. لا الفكره نفسها ما بتخوفش، لانه راح يمرق علينا كثير كيف ممكن نعمل مالتيبلكسرز وكيف ممكن نعمل ديكودرز وكيف ممكن نعمل برايورتي انكودرز، فراح يمرق علينا شغلات كثير. من ناحيه الفكره راح تكون الفكره يعني بالاول بنبلش يعني. نقلد بالاول وبعدها بتصير نكتب بافكارنا احنا، خصوصا لما يكون الديزاين كبير. بس الاهم من هيك انه الطريقه عاديه، الايد تاخذ على كتابه الكود. عشان هيك يعني بحب اكد عليكم اشدد عليكم انه الوظيفه اللي حطيت لكم بين قوسين وظيفه، مش وظيفه لانها فيش تسليم، انكم بتحاولوا انكم تحلوا فيها شل. تمام ماشي الحال، خلينا نكمل. الآن ضمن نفس السياق وضمن نفس الموضوع اللي هي الكيس أو سويتش، نفس الإشي. فالكيس الفورمات إلها هو كالتالي، عندي كيس مع الإكسبريشن تبع الكيس، واللي بصير كالتالي إنه هذا الإكسبريشن اللي عندي هون راح أقارنه في عدة أماكن، واللي بصير إله ماتش فيها بأخذ الفاليو تاعه. إذا ولا ماتش عندي موجود أنا بأخذ في، بكون عندي كلمة ديفولت، بأخذ كلمة أو بأخذ القيمة تاعت الديفولت. تمام. خلينا نشوف شوية معلومات على الكيس. Each of the statements can be a single statement or a block of multiple statements. A block of multiple statements must be grouped by keywords begin and end. هذا عادي جدا. The expression is compared to the alternatives اللي هم هون in the order they are written. In the order في الترتيب اللي موجودين فيه، يعني احنا بنقارن الأولى الثانية والثالثة الرابعة إلى آخره. هاي معناها كالتالي، إذا في عندي two matches على سبيل المثال، عندي match عند two، عندي match عند three. الآن كيف ممكن يصير الماتش أنا بحكي لكم، بس إذا في عندي ماتش عند 2 ماتش عند 3 الأولوية لمين باخذها؟ لاثنين. لأن كيف ممكن تصير عندي ماتش في كيس؟ الموضوع بسيط، متذكرين الدونت كير كونديشنز
افرض انه في عندي مثلا عدد عبارة عن 1 مع don't cares، ثلاثة don't cares، ماشي، هذول الثلاثة don't cares ممكن ينطبقوا على 2 of the cases او اكثر من الكيسز الموجودين داخل الكيس statement، وبالتالي اللي اول واحد بصير له match هو اللي بتاخد. برضو هذا رح نيجي له بامثلة، وايضا في عندي حالات معينة للكيس X والكيس Z نحكيهم لاحقا إن شاء الله. If none of the alternatives match, the default statement is executed. Placing multiple default statement in one case statement is not allowed. يعني ممنوع أحط ثنتين default بس واحدة. Obvious. وزائد إنه الكيس statement can be nested. يعني ممكن نحط كيس داخل كيس، مع انه ولا واحد من الامثله اللي موجود في الماده هاي بحكي عن نستد كيس. تمام، اذا بدي ارجع هذا المثال تبع الاي ال يو او الكنترول واللي بيجمع وبطرح، بدل ما نحطه على شكل اف الس اف الس اف نحطه بشكل كيس، الكتابه بتاعته بدها تصير بهذا الشكل. تمام، فهاي نفس المثال، عندي كيس داخل الكيس هو المتغير اللي اسمه ALU control، اسم variable، هذا variable متكون من 2 bits حسب ما عرفوا هون، ونوع رج. تمام، فمكون من 2 bits، عشان هيك كل واحدة من نقاط الفحص مكونة من 2 bits. هاي بنتذكر إنها عبارة عن خانتين decimal zero، يعني كأنه هون كأنه كاتبين هيك، يجوز نكتبها هيك بتكون أفضل أوضح. من قبل بس نفس الإشي، يعني حتى لو خلينا جزء decimal وجزء binary ما بتفرقش، ماشي، فلأنها 2 bits هون عندي عمليات المقارنة اللي هي الالترناتيفز الاختيارات، فرح يجي للـ ALU control الـ 2 bits اللي هون اللي موجودين داخل القوس، ويقارن ما بداخل القوس مع كل واحد من الالترناتيفز الموجودة اللي عندها match بنفذ ما وراءها. فلو كان عندي ماتش على سبيل المثال عند 0 0، بنفذ y تساوي x زائد z وبطلع خارج الكيس. اذا ما عندي ولا ماتش راح يروح ينفذ الديفولت ستيتمنت. فالمثال اللي هون هو بالضبط عباره عن الاف السز الموجوده هون. طبعا ككتابي بدل ما نضلنا نكتب بالكونديشن والالسز وهي الى اخره، الكيسز ارتب شوي واسهل للفهم وارتب من ناحيه الكود. فهاي الكيس، راح نيجي ناخذ الان مثال محترم جدا على الكيس اللي هو ال 4 to 1 line multiplexer باستعمال الكيس. نقدر نعمل 2 to 1 line multiplexer باستعمال الكيس الآن سهلة، بس نعمل 4 to 1 line multiplexer بتقدروا تعملوا كمان أكبر من 4 to 1 line multiplexer. فال 4 to 1 line multiplexer بدنا نعمله في الكيس هو عبارة عن multiplexer له 4 input lines وله 2 select lines، فاللي بيحدد أي واحد من الأربعة هو الـ output عبارة عن الـ select lines، الـ 2 select lines اللي ممكن قيمها تتراوح ما بين 0 0 0 1 1 0 أو 1 1. فاللي بدنا نعمله هو كالتالي، بدنا نشوف شو قيمة select lines وبناء عليها نقول انه output يا اما يساوي i0 او i1 او i2 او i3 حسب الـ input combination، وهذا بالضبط الموجود هون. فعندي الكيس select، طبعا select في هاي الحالة لازم تكون معرفة على انها ايش، على انها 2 bits زي ما انتم شايفين هون، ماشي. عندي الـ input، بما اني انا مستعمل هون behavioral modeling لازم الاوتبوت للمالتيبلكسر يكون of rich data type، وهي هون هذا موجود هون، ماشي. الان الاولويز
عند أي تغيير بصير من الـ inputs أو الـ select lines رأساً احسب الـ output الجديد. فالـ output رح يكون بناءً على قيم الـ select lines. إذا كانت الـ lines الـ select lines 2 bits 0 0 معناها إن الـ output يساوي line 0 0 1 معناته يساوي line 1 أو in 1 whatever. تمام؟ بس لاحظوا هون معي الترتيب. هاي عندي هنا module end module ماشي، عندي هنا case end case، ال always اللي هون فش فيها begin لأنه كل الكيس كل هذا بنعد واحد argument واحدة مش كلياتهم arguments. لو بدي أحط إشي ثاني جنب الكيس كان بلزمني إن أحط begin و end. تمام؟ سهل جدا الآن نعمل مثلا 8 to 1 line multiplexer أو 16 to 1 line multiplexer ولا لا؟ باستعمال الكيس. هو بس بيكون طويل بس إنه نفس الفكرة. نفس الفكرة، فيش فيها أي مشكلة. بدنا نزيد عدد الأسطر. أو على سبيل المثال لو بدنا نعمل 4 أو بدنا نعمل 2 by 4 أو 4 by 2 encoders أو decoders. أو ممكن نعمل priority منهم priority encoder. فكر فيها شوي صغيرة بتلاقي إنهم ممكن تقدر تكتبها. طبعا رح نأخذ إحنا examples على هذا الكلام، لكن الآن أنت ممكن تكتب الexample بدون ما حدا يساعدك. another implementation ل ال 4 to 1 line multiplexer، بس هاي المرة على الconcatenation. هيها متذكرين الconcatenation اللي بدأنا فيها اليوم؟ الconcatenation. فanother way to implement باستعمال الconcatenation اطلعوا شو هي. الهدف هون في هذا المثال مش المالتيبلكسر، الهدف هو الconcatenation مشان يورجيني كيف أنا ممكن أعمل selection معين من البيتس، وهذول البيتس اللي بعمل selection معين منهم بحطهم جنب بعض ممكن إني أعمل evaluation أو comparison معاهم بالضبط. فاللي عامله هون بدل ما هو معرف في المثال الأولاني معرف select lines على إنها 2 bits ضمن 1 variable يعني 2 bit array، عاملهم هون بشكل مستقل. تمام؟ فحاطط input S1 و S0 عبارة عن 2 independent variables، اثنين عبارة عن inputs ولا واحد إذا دخل في الثاني. تمام؟ طبعا هاي مشابهة تماما للمثال السابق، واحنا ايضا هون مستعملين الكيس. الاشي الوحيد اللي افرق هي عملية المقارنة. فبدل ما انا قارنت الاري نفسه الـ 2 elements اللي في الاري، انا قارنت مع 2 elements ما لهمش علاقة في بعض من ناحية التعريف كبرمجة. S1 و S0 are 2 independent variables ولا واحد له علاقة في الثاني، اللهم إلو بس بيشتركوا بحرف الاس، وهذا مالوش اي اعتبار يعني. فهدول two variables مختلفين جبناهم، حطينا هذا S1 على اليسار S0 على اليمين، بعدين حطينا السويتش. وهون انا حابب اني اغيرها، هاي بدل D خليها B. تمام؟ ليش عملت هيك؟ الآن لما يجي على الكيس بس آخر واحد بحطها باينري بحط ديسيمال. شكرا شكرا. فإذا بتطلعوا هون عندي 2 bits دائما اللي على اليسار هي حتكون لمين؟ ل S1. فلما يجي هو يقارن الكيس بده يجيب S1 من محل و S0 من محل، ثنتين ما لهمش علاقة، وكأنه يدمجهم مع بعض أو لزقهم في بعض ويصير يقارن S1 S0. هاي الزيرو هي لS1 والزيرو الثاني هي لS0، ونفس الإشي بده يعمل في الحالات الثانية. فهذا الكود الآن اللي في العدد الـ 2 bits is corresponding to the 2 bits of S1 و S0 اللي احنا عرفناهم عنا بشكل مستقل، كل واحدة ملهاش علاقة في الثانية، لكن نجمعوا مع بعض وين؟ في الـ concatenation. ممكن نستفيد منها ب أشياء أخرى هاي الخاصية، يعني يكون عندي مثلاً بت من جهة وبت من جهة أخرى، ويكون أنا لازم أطلع على مجموعة البتس هاي كلياتها بالعموم ضمن certain conditions يكون في decision مبني عليهم.
تمام. لعند هون هل لديكم اي استفسارات؟ دكتور انا الرج جاوت ما فهمتهاش منيح. اي رج فيهم؟ الرج اللي في الازرق هاي اللي هون. طيب تكرم عينك ولا يهمك. هاي الرج بس معلش مين سأل السؤال؟ انا معاذ. اهلا يا معاذ شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسعدك دكتور. كل شيء تمام؟ الحمد لله رب العالمين. شو صار معك الفصل اللي فات؟ بالنسبة لشو؟ لأي إشي؟ الحمد لله والله منيح كان. كلياته بخير ومنيح ومشيت. مشينا الحمد لله. زي ما يجب ولا غير ما يجب؟ أكثر أخرى الحمد لله. طيب ممتاز ممتاز. بدي أسألكم في حدا اختار باس فيل ولا الكل اختار علاماته؟ أنا بصراحة اخترت كله علامات. كله علامات بالضبط. أمورك يا آية؟ لا بصراحة خفت أتمشكل بسبب القصة هاي، يعني كنت ناوي أحسب ساعة في الباص بعدين خلص. من ناحية مشاكل تتمشكليش، بس يعني أتوقع أنه أغلب الطلاب ولا لا يا معاذ شو صار معك؟ أنا حطيته كله علامات دكتور. كله علاماتك علامات رفعت معدلك يعني؟ طيب يلا عشان برضو زي ما كانوا بجوز في لقدام يعني بجوز ما يضطر تعيدنا أو شيء مش عارف ما. وضحوا لناش الفكره يعني بالضبط. فانا ما هي الفكره اللي بيطلع باس فيل اللي بنحط باس فيل بيدخلش في المعدل، يعني لا بيدخل في المعدل ولا بيدخل في الوزن تبعه. قاعد يقولون انه بس تعادل الشهاده ابصر ايش يطلع برا مش عارف ايش بحسبوا لك المعدل ترك مع اساس انه الباس فيل كلياته دي. ما هو قاعد يطلعوا اشاعات يعني بالضبط. المره هاي بس بدك تطلع برا راح يكون كل الناس كورنات، يعني كل الناس عندها نفس الوضعيه اصلا لازم يكتبوا على الشهاده هذا الكورونا سيمستر. على اعتبار لشغلتين بكتبوا الكورونا سيمستر، اول شيء مشان المعدل يعني على اساس انه اذا عندك باس فيل او عندك مشاكل تقنيه من هالنوع، ثاني شيء مشان ما ياخذوش علامتك جد اللي اخذتها انت خلال الكورونا فيروس كلهم، يعني هاي مزح مش جد. في شيء مزور. تمام معاذ. الرج هون اول شيء بدي اسالك سؤال صغير. في عندنا في الرج وفي الواير، عارف الفرق بينهم ولا؟ ممتاز ممتاز. طيب الان الرج اللي هون بالازرق الاوت هي تعني المتغير اوت اللي هو عباره عن اوت اللي هون واللي هو عباره عن اوت، هذا اسم متغير. يعني لو بدنا نحط هذا المتغير على سبيل المثال كي بدل كلمه اوت نحطها هون كي ونحطها هون كي، فاوت هي اسم المتغير مش يعني مش وظيفه معينه مش مجهوزه. تمام هاي اول شغله. الشغله الثانيه بما انه المتغيرات هاي دخلت في الاولويز ستيتمنت في البيهيفيرال موديلنج، واحد من الشروط اللي كان في البيهيفيرال موديلنج هون انه الاوتبوت لازم يكون وين الاولويز ستيتمنت، هاي الالويز ستيتمنت واحد من الشروط كانت انه لازم الاوتبوت يكون من نوع رج. خلينا اشوفها هي السرج زي كانه كونستنت يعني صح؟ لا رج معناته كانه بت ستورج كانه دي فليب فلوب كانه قيمه متغير بحافظ على قيمته وما بتغيرش الا اذا انت اعطيته ابديت بتغيرش لحاله يعني. يعني الواير مثلا على سبيل المثال لما انت تكون عندي واير عندي اوتبوت لهون مثلا هاي هون راح تتعرف لو بدنا نعمل موديلنج لهي الدائره هذا راح يتعرف على انه واير. فلانه واير فيش داعي اني انا كمبرمج احكي له دير بالك اذا تغيرت اي شيء من هذول الانبوتس انت لازم تتغير لانه انا معرف على انه واير. بس لانه رج الرج بحاجه انك انت فعليا تغير قيمته سواء من خلال تغيير فعلي من خلال statement أو إنه على سبيل المثال زي ما إحنا حاطينه هون داخل الالويز. الالويز بتعمل يعني تتبع دائم بحيث إنه أي حدث يصير رأساً أنت تقوم بالتعديل. خلينا هون أروح ل مثلاً هون أي تغيير على A أو B أو C أنت لازم تقوم في التعديل. طيب ما هو لو أنها wire معناته A تغيير على A أو B أو C في الطريقة اللي إحنا كتبناهم فيها قبل إذا بترجع لـ 2 to 1 line multiplexer مش معرفين هارج وأصلا مش كاتبين هذا الكلام كلياته كاتبينها بدلالة gates فهي wires على طول بتحسب القيمة لحالها.
بس هون لأنه إحنا بلشنا نتعلم في طريقة برمجة جديدة، بدنا نستعمل فيها الـ always statements، نعمل فيها الـ cases، نستعمل فيها الـ while لقدام شوية. فهدول كلياتهم tools سهلة للcomplex design. الثمن اللي بدنا ندفعه إنه دائما بدنا نستعمل إيش؟ أي استعمال للـ always statement لازم مخرج الـ output state أو مخرج الدائرة اللي عندك، الـ output تبع الدائرة اللي عندك لازم يكون من نوع رج. فكل الزيادة انك تعمله هون بس تكتب انه هذا نوع output ونوعه رج. رج. فقط لك. تمام. دكتور. تمام. ممتاز. طيب. احنا رح نوقف الاسبوع هذا. هذا اسبوع ثقيل كان. فرح نوقف هون عند كيس X وكيس Z اللي هم عبارة عن special cases بين قوسين من الكيس statement، بقارنوا عند واحدة مخصصة للopen circuits والثانية مخصصة للdon't cares. فرح نوقف هون ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم من هذه النقطة. في نهاية الأسبوع الثاني حسب خطة الجامعة المفروض يكون في عنا امتحان من 20، تمام؟ ونهاية الأسبوع الثالث المفروض يكون في تقييم امتحان منزلي من 40، لأن هذا الامتحان المنزلي أنا ممكن أعمله قسمين. القسم الأول يكون عبارة عن حلول على الأسئلة على الكومبايلر، والقسم الثاني يكون حلول أسئلة، أو ممكن نعمله كلياته حلول على الكومبايلر على شكل وظيفي. بس لأنه 40 يعني إنك تحدد نوع واحد راح يكون شوي يعني صعب. تمام. وبعدها في عنا إجازة العيد، كل سنة وانتم سالمين. وخلينا مناش نستبق الأمور. بتمنى إنه ما أكونش أنا زهقتكم وطولت عليكم في الأسبوع هذا، لأنه ساعتين كل يوم يعني ما شاء الله عدد كبير. وبتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، نهاية يوم سعيد، وصحة وعافية إن شاء الله لكم ولأهاليكم، والله يعطيكم العافية. بشوفكم إن شاء الله يوم السبت نفس الموعد على 10:45. إن شاء الله. دكتور ممكن سؤال؟ طبعا. طبيعة الامتحان الكويز اللي حيكون الأسبوع الجاي حيكون ملتيبل تشويس؟ MCQ كله ملتيبل تشويس. وبندخل عليه وانت ما بدنا، صح؟ حكوا انه يمكن 3 ايام معنا مجال ندخل. زي الكويزز اللي تاعت الفصل اللي فات. احنا في كليتنا ما تغلبناش، يعني ما عملنا السياسات يعني كنا فاهمين شو الجامعه بدها، ولانه شغلنا بمجال الاي تي وبهذا يعني كان موضوع الامبلمنتيشن اللي بدها اياه الجامعه كان سهل جدا. فلما يقولوا عندهم كويز 3 ايام معناته انا لو حليت سؤالين اول يوم و18 سؤال او بغض النظر عن قديش العدد، في اخر يوم المفروض يكون عندي المجال اني اعمل هيك. لو مثلا بدي ارجع لسؤال سابق المفروض اني اعمل هيك. لو بدي ابدا في الامتحان مثلا الان بقدر بعد يومين اني ارد ارجع له، مش انه مثلا ابدا وبيعطيني 20 دقيقه وبعدين اخلصه. مع انه يعني الكلام هذا هو سياسه الجامعه وليست وجهه نظر. وجهه نظرنا ممكن تكون مشابهه او مخالفه بهذا الموضوع، لكن هاي سياسة الجامعة اللي بدها إياه وإحنا بنلتزم بسياسة الجامعة. فثلاث أيام للامتحان، لما نيجي للامتحان نحكي إن شاء الله بالتفاصيل تاعته، بس رح يكون عندكم 3 أيام لحل هذا الامتحان. هسا لا يعني MCQ إنه سهل، المالتيبل تشويسز مش سهلة، وعلى رأي المثل العربي بدك تحيره خيره. تمام. فاللي كان يصير الفصل اللي فات انه كنت اعرف انه الطلاب بتناقشوا بالاسئله ومش متفقين على جواب، وهذا كويس. انت هيك بتشائمنا مش بتفائلنا. لا كويس، لما انتم تتناقشوا بموضوع معين انه انت مثلا رايك انه الجواب لازم يكون A، زميلتك جوابها لازم يكون B، انتم المفروض كل واحد يجاوب لحاله على فكره، يعني هذا للعلم بس المفروض كل واحد يجاوب لحاله. لكن بما انكم بتجاوبوش لحالكم وهذا موضوع مكشوف، بما انكم ما بتجاوبوا لحالكم على الاقل لما تتناقشوا في هذا السؤال بانه لازم يكون الجواب A ولا لازم يكون الجواب B، كل واحدة فيكم بتقدم الستيتمنت ساعتها بناء على فهمها للماده. بمعنى اخر انتم اصلا تتناقشوا الماده مع بعض كانكم تدرسوا مع بعض.
وهذا فيه فايدة إذا طلعنا على الناحية الإيجابية منه في له فايدة. ما بحكي عن موضوع إنه نتناقش هيك، أنا بحكي إنه تحكي لنا إنه ده دائرة ما حيكون سهلات. أكيد مش راح أحكي لك والله إنه يعني. بس عادي يعني إذا قررنا نفهم وخلاص هيك. أكيد طبعاً أكيد أكيد 100%. خليني بدك تتفائلي نهاية الأسبوع هذا قبل ما نروح للأسبوع الجاي، بس على أساس إنك تتفائلي. أغلبية الطلاب ضبطوا في الـ في الـ في الأدفانسد ديجيتال الفصل اللي فات. ان شاء الله تمام، يعني فيش حدا بدل مجهود وما ما زبطش. الناس اللي ما زبطوش الناس اللي ما قدموش الاساينمنت وما قدموش الامتحانات. فيش واحد بقدر ياخذها مقاوله انه يتبع معك وينتبه ويشارك وياخذ معاي منتبه. بدك تروح للمجموعات الثانيه بس مشان موضوع الامتحانات. بدي اوصيكم على شغله بس، انه في الامتحانات المنزليه تغشوش ماشي. المالتيبل تشويسز ما بقدرش امسككم في الغش، ما بقدرش اني اتبع مين غش من مين، لانه بالنهايه هي عباره عن بتختار من هالاوبشنز اللي عندك وانتهى. لكن في البرمجه زي ما انتم عارفين فيش اثنين بيبرمجوا بنفس الكود ولا بنفس الطريقه، او بيختاروا نفس الانبوتس او بتطلع عندهم نفس الاوتبوتس ماشي الحال. ف نصيحتي تغشوش، لانه اذا مثلا العلامه على الفكره، اذا الثلاثه مشتركين بنفس الفكره كل واحد نفس الفكره عايدها، بصير نقسم العلامه على ثلاث او على أربعة او على خمسة او على 20 على حسب قديش الجواب ديستريبيوتد. هذا حكي مزح بس هسه الحكي جد. ما حدش فيكم يعطي جوابه او حله لحد ثاني، وما حدش فيكم يزعل من الثاني، لانه بالنسبه لي لو لقيت جوابين two codes identical مغشوشين عن بعض، مغشوشين عن بعض مش شرط ايدنتيكال، ما هم مرات الكود المغشوش ببين، انا راح بعرفش مين اخذ من مين، فبالتالي بضطر ان احط علامه غش للجهتين. فتزعلوش من بعض، ما حدش فيكم يطلب الكود من الثاني. فمش كثير اللي طالبوا انا انكم تكتبوا كود لمساله صغير. انك تكتب الكود غلط احسن من انك تعطيني كود شغال بيكون مغشوش. بالنسبة لي أنا بقدر أكثر وححط علامة أكثر للكود اللي مش شغال أكثر من الكود اللي بيكون فيه غش. تمام؟ وزي ما حكيت لكم يعني كثير من الناس زبطوا في الفصل اللي فات، مش بس زبطوا بالعلامات، زبطوا فهموا المادة كثير كويس. أنا متأكد في ناس زبطوا ما فهموش المادة بعرف، بس ما أعتقدش إنه في حدا فهم المادة وما زبطش. هاي وضعنا الحالي وبدنا نتأقلم معه زي ما حكينا. فاتخافوش يعني الأمور إن شاء الله، إن شاء الله أنكم تستفيدوا. يعني هاي الهدف إن شاء الله أنكم تستفيدوا، هذا الهدف. والهدف اللي وراء إن شاء الله أنكم تضبطوا بالعلامات وتتوفقوا في طريقكم للتخرج. تمام يا شباب، فكروش في المادة هاي من ناحية العلامات، فكروا فيها من ناحيتكم تفهموها وبس، والباقي بيجي لحاله. بيجي مقاولي مقاولي. عطاطرة مش تبيع أسئلة. أنا دشتر دكتور طنيب عليكم بالدنجة. كثير ناس الفصل اللي فات راحت للباحة الأسئلة وقالوا بتبيع نفس النسخة، يا ما بتكتب نسخة جديدة من الحلول يا ما بترجع لنا مصارينا. دير بالك اذا بتبيع، دير بالك والله رزقك. شو دكتور اذا زبط معي احل حالي بالاول. اذا زبط معك تبيع احكي لي، بشتغل انا وياك النص النص. بالضبط. يلا يا شباب يعطيكم العافيه، تحيات.